traduire, ou laquelle l'essentiel, même les photos, là, ben, le message, c'est à travers les photos plus que les phrases. Là, il y a une phrase, photo avec phrase, donc c'est là. Après, donc, ça, qui m'a regardé les photos, malheureusement, donc, avec l'essence, je vais voir. Il y a quand même l'essence, on peut partager maintenant, mais dans cette présentation, vous pouvez les partager avec les gens qui aiment lire. Ben, sinon, on va trouver, Inch'Allah, un moyen, ou quand les photos, on dira chez photos, le même message. On a donc partagé au Manus. Je pense D'accord. que les photos de Kenny, Voilà, le exactement. Parmi les trucs de communication, que les photos et les vidéos plus que Bzaf. Donc, c'est juste le titre, mais la photo, la fait qui compte faire un coup. Donc, Inch'Allah, alors, on va aller comme tu m'as dit, ça nous partager l'écran après. Tu peux donner tu m'as dit. Facebook are live. Ah, ok, parfait. C'est bon. Ah, donc le partage par rapport au partage sur Facebook, de tout abonnement avec Zoom pour dépasser donc les 45 et c'est ça. Parfait. Je vais noter ça. Ah, bien sûr, c'est le premium dialogue. Même avec les écoles, les enfants, des fois, quand tu as 45, tu redémarres encore une fois, même Ziana. L'essentiel, ça reste Badar, rien à chez support. Merci. هذيك المره الاولى فاش كان كيتقطع كان حيت الفيسبوك دار واحد فيرسيون بيتا مازال جديده Ah, هذيك ok. علاش كان المشكل Can test. Ah. دابا ديجا D'accord. مزيان الحمد لله لا ما سينو كنا غنوحلو كنت سنينا كل دوله خصها دير شي ابليكاسيون ولا المدارس هما يعتمدوا على راسهم مشكل الحمد لله. تعطي الشير ديال زوم وديال كاع لي اه زابوني اه اه بيان سور بيان سور ولاو اكثر من اه سي نورمال ils ont dépassé presque gare les sociétés اه mais ils ont rendu service عرفتي باش تلقى شي ابليكاسيون سورتو كنت كنشوف انا بحال دابا في رمضان الناس كاملين مع الاربعه ولا مع الخمسه عرفتي شحال من هذا فورماسيون ولا الصباح الدراري بوغ لي زيكول باش لي زيكول المغرب كاملين وشاك كلاس وشاك اليف وشاك تبارك الله سي فريمون يستاهلوا هذوك ماشي مشكل يستاهلوا صراحه. واخا زعما كان عندهم مشكل ديال كان عندهم شي مشكل ديال الداتا بروتكشن ولا شي حاجه ما مشكلاش يعني كان اكزاكتومون خليك جبتها لهم بزاف ديال صح بزاف ديال الصداع كان في الاول سمعتها انايا ما اثرش عليهم جا اه هو باسكو ما كاينش لو شوا كاينين دوطخ بلاتفورم ولكن ما بحق الصراحه ما جربتهمش ما عرفتش واش الناس جربوا دوطخ بلاتفورم وكان عندهم زعما لو ميم هذا جو سي با كاين بحال دابا كاين داك تويتش ايوه هو بحال قلتي مبازي على الناس اللي كيديروا الجايمين ولا داكو هما عندهم السيرفور مزيان سيرفر مزيان مزيان صابو داكو هما جداد تويتش كيقولوا لهم تويتش داكو مبازي على الناس اللي كيلعبوا الجايمين بحال شي كيبغيو يهضروا مع راسهم يقدروا يكونوا مزيان هذوك عندهم عاوتاني عالم اخر عالم بوحدهم هذوك عيني برو حنا مثلا عا كنهضروا مره كنهضروا نستناو هنا قد الحال والله لا سبحان الله العظيم سي بيان قال لي ياسمين مش خرجت وقال لك كتستي رجعتي اوكي انا ما خرجتش انا معاكم كنسمع انا يصحابني مشيت باش ندير 4 جي ولا 4 جي على الفيستي الوغ
اللي كنخدم به كلشي خرجت من زوم وهذا سي بور سا ديزاكتيفيت ليكرون ديالي ولا الكاميرا ديالي نبداو كنظن عطنا شويه على الناس ولكن هادي شي يسمحوا لنا حيت كل واحد فينا عنده التزامات خارج على الاراده ديالو ما اللي حنا ما كنتحكموش فيه. اليوم كاين معنا سي فيزازي محمد اللي ديجا كان معنا اول لقاء من بيزنس بالدارجه من مبادره بيزنس بالدارجه. سي محمد فيزازي خريج جامعه هارفارد واستاذ في مجموعه ديال الجامعات والمعاهد العليا في المغرب في المجال ديال التسيير، وكذلك هو المدير العام لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في كامبرج بيزنس كونسلتين. سي فيزازي احنا فرحانين بزاف حيت اليوم معنا حيت غادي تقاسم وغادي تبارطاجي معنا وغادي تشارك معنا بزاف ديال المعلومات كتهم الموضوع ديال المقاول الناجح كيفاش خصو يكون عنده العقليه ديالو كيفاش يقدر يبني واحد الكومبورتمون ولا واحد العقل واحد الافكار اللي كلها كتعاونوا باش يديفلوبي وباش يطور الشركه ديالو يطور المقاوله ديالو. حيت بيان سور ما غاديش نقدروا كلنا اي واحد فينا اي واحد فيكم باغي يدير مقاوله اي مقاول دابا كاين في السوق الا ما كانش كيخدم على راسه هو كمقاول على العقل ديالو كيفاش كيطور واش كيقرا شي حاجه واش كيتعلم كل نهار شي حاجه واش كيفهم مزيان في الدومين ديالو الا ما كانش هاد السيد هذا كتخدم الا ما كنتيش انت كتخدم على راسك وعلى الشخصيه ديالك فما يمكنش تقول راه غادي نقدر ننتقل بالبروجي ديالي ولا بالمشروع ديالي ولا بالمقاوله ديالي للدرجه 2 ولا للدرجه 3 حيت انت خصك تنتقل الاول للدرجه 1 و2 و3 و4 باش تهز معاك المقاوله ديالك. سي محمد فيزازي نخلي لك واحد نهضروا على شكون هو محمد فيزازي الناس اللي ما كيعرفوكش والناس اللي باغيين يتعرفوا عليك اكثر ومن بعدها ننتقلوا للموضوع ديالنا والعرض ديالك ان شاء الله. شكرا بزاف. بارك الله فيك مدام فاليسي اونكور اون فوا كان فرحان بزاف نشارك معك للمره الثانيه في هذا البروجي ديال بيزنس بالدارجه واللي تنتمنى ليه ان شاء الله عمر طويل. وصراحه لي برومي فيدباك اللي جاوا من عند الناس من بعد ما بديتي هذا البروجي هذا الحمد لله كاين بزاف ديال الناس اللي راه يجو دوطغ بروجي هذا راه يحمس ان شاء الله يحمس باش ندير محمد وقال مشارك الصوت ويلا جا اوكي انا نديرك الصوت يلا جا دونك كيما قلت ان شاء الله نتمنوا باش نديفلوبي اكثر هاد ان شاء الله تقدر ديفلوبي اكثر هاد الانيسياتيف وربما تخلق عاوتاني دوطغ انيسياتيف وتساعد عاوتاني الشباب اخرين باش يتانسبيراو من هاد الانيسياتيف هذه باش يديروا تما ان شاء الله دوت هذا وتعمل فائده على الجميع. فيما يخص المسار ديالي ولا البروفايل ديالي اعوذ بالله من قولت انا فانا خريج جامعه هارفارد وتقريبا واحد 23 سنه ديال التجربه في الميدان ديال المقاولات يعني كنت نشتغل خصوصا في الجانب المالي كمسؤول مالي في عده مقاولات عالميه في المغرب وخارج المغرب على المستوى الافريقي والشرق الاوسط وحاليا الحمد لله دونك اشتغلت في المغرب وخارج المغرب وحاليا المدير ديال افريقيا والشرق الاوسط في ان كابينيت كونسلتينغ عالمي او نقدر نسميوه مكتب دراسات عالمي. اذا انا مسؤول على الفرع في افريقيا والشرق الاوسط وهذه تجربه اخرى الحمد لله نتمنى اننا ننجحوا فيها. غير ذلك فانا كنحاضر في مجموعه من الجامعات المغربيه وفي الصين وكذلك المدارس العليا بحال نسجي في طنجة وعدة مدارس خاصة والحمد لله كنلقى دائما أحسن حاجة في الحياة وهي ملي كتبارطاجي هذاك الشيء اللي علموك الناس تعلموا حتى الناس أخرين وتدوز الفلومبو الناس أخرين وطبعا من هنا باش ندخلوا الموضوع ديال اليوم اللي خصنا نعرفوا أن دائما غنعاودها طريق النجاح ماشي هو طريق واحد دونك ما كاينش واحد الإنسان اللي غادي يعطينا واحد الوصفة وغنتبعوها وغادي ننجحوا وهنايا غادي نناقضوا السيد اينشتاين اللي تيقول بان الا درتي نفس الخطوات
وتتسنى باش توصل لنتائج مختلفه، ما يمكنش توصل لنتائج مختلفه. اذا لبقيتي كدير نفس الخطوه غتوصل لنتائج نفس النتيجه، الا في هذا الجانب ديال البيزنس المقاولات، او لا في هذا الجانب ديال سكون لابيل اون انغلي ليدرشيب، يعني الا بغيتي تكون مدير ولا مسير مقاوله ولا تنجح في المقاولات ولا ميم في الحياه ديالك، يعني واخا تتبع داك الشيء كما هو ما عمرك ما توصل نفس النتيجه، غتوصل دائما نتيجه مخالفه. يعني هنا تنعكسوا اينشتاين في الفكره ديالو. اذا واخا نجي ندير هذاك الشيء اللي دار السيد ديال فيسبوك ولا جوجل ولا ميم الاب ديالي ولا الام ديالي في الحياه ديالهم الخاصه ويعطيوني داك الشيء نتبعوا الا ليتر كما نقولوا بالفرنسيه، ما غنوصلش نفس النتيجه، دائما النتيجه تكون مخالفه لان الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين. ولكن علاش حنا تنبارطاجيو اولا تنتقاسموا هاد المعلومات مع الناس، والناس كيتقاسموا معلوماتهم معنا؟ فقط باش نعطيو واحد الانسبيريشن، يعني تنحفزوا كحافز، وتنعطيو للناس واحد النجاحات، تنقسموا واحد النجاحات اولا الفشل باش يستافدوا الناس ويقولوا اتيان كاين مثلا 100 حاله ديال النجاح، اذا من هذيك 100 حاله نقدر ناخذ انا كل شويه من عند كل واحد باش نصنع الطريق ديالي بوحدي. اذا كل شخص غادي يصنع الطريق ديالو بوحدو، ما عمر واحد الشخص ما يشبه واحد اخر لا في عالم المقاوله ولا في الحياه الخاصه ولا في الحياه العمليه ديالو. اذا حنا الدور ديالنا هو كنتقاسموا وتيقاسموا معنا الناس الاخرين، وكنستافدوا من عندهم ويستافدوا من عندنا، يعني كندير واحد الاكستشارج ديال المعلومات باش كل واحد يبني حياته بالطريقه ديالو، لان طبعا القدرات ديال اي واحد مختلفه على واحد اخر، وكل واحد عنده لي كاباسيتي ديالو اللي خلقوا الله بهم، زائد داكشي اللي قرا، زائد التجارب ديالو في الحياه، زائد كيفاش تربى، زائد الحاجه المهمه اللي ولات وهي لونفيرونمون. لان الا طبقت واحد الحاجه في المغرب يمكن ما نجحش كما غنجح في الولايات المتحده، لان ماشي نفس الظروف، ماشي نفس هذا. اذا هنا فين تيختلف. وطبعا الا كان نجح في المغرب فغادي يكون غنكون واحد السيد، واحد الشخص اللي عنده النجاح ديالي غيكون مبهر اكثر من اللي نجحت في الولايات المتحده، لان الظروف تما كتسهل عليا نجح. ولكن هنا في المغرب كاين شويه صعوبات مثلا، وهذا تنعطيوه حتى للطلبه ديالنا مثلا اللي في لي فاكولتي ماروكان ولا اللي تيقراو في التعليم العمومي وكينجحوا، فهذوك تنعتبرهم ان واحد عندهم واحد الامتياز، لان ملي تنجح في واحد الظروف اللي هي صعيبه فتيعطيك امتياز باش تدخل سوق العمل او لسوق المقاوله بواحد نسميه باك جراوند، بواحد التجربه اللي هي اكثر من الناس اخرين اللي قراو مسهلين في مدارس اللي كتوفر لهم جميع الظروف باش يكونوا عمليين واكثر نجاح. اذا هنا خصنا ناخذوا من هذا الجانب بوزيتيف. فيما يخص الموضوع ديال اليوم فهما غادي نتقاسموا ان شاء الله شنو هما المسائل اللي خص تكون عند المقاول، اي مقاول. وهنا ملي تنهضروا على المقاول تنهضروا على الهيومن كابيتال، يعني الناس اللي وراه كاملين، الفريق ديالو اللي معه كله، الناس اللي خدامين معه كاملين، من اصغر واحد في المقاوله حتى الرئيس ديال المقاوله. اذا هاد الناس هادو شنو هما بالنسبه لنا من خلال التجربه ديالي، من خلال التجارب ديال الناس اخرين، من خلال الدراسات، ومن خلال الحوايج اللي شفنا، شنو هما النقاط؟ غنتقاسموا بعض النقاط اللي كيؤديو باش الناس تنجح في المقاوله. وهنايا تنتكلموا على الجانب ديال الشخص، يعني ديال سكرابيل الراسمال البشري ديال المقاوله، لان كما سبق قلنا في المره الفايته بان المقاوله طبعا باش نبغي نبنيها خصني الفكره والزبناء وهذا وهذا، ولكن واحد النقطه مهمه هي راس المال البشري اللي هو فيه كل شيء. يعني الا ما عندكش راس مال بشري واخا يكون نعطيوك احسن بحال شي واحد والديه تيورد الفلوس وهذا، ولكن كيمشي يضيعهم. علاش؟ لان راس المال البشري ما كاينش. في المقاوله هي نفس الشيء، نفس الحاجه، نقدروا نعطيوك جميع المقومات باش تنجح، ولكن لما كانش عندك واحد التكوين اللي هو التجربه زائد تكوين زائد بعض الاشياء في راس المال البشري، فغادي تفشل وتفشل المقاوله ديالك. وهذا دايوغ تشوفوا حتى الدول دابا ولات تعطي اهميه كبيره للراس المال البشري، لانه هو الوسيله الوحيده باش نقدر ننجح ونطبق اي مبادره كانت واي مبادره تخلقات. اذا هنايا ان شاء الله غادي نتقاسموا هاد المعلومات هذه. اليوم حاولنا نوجدوا واحد البريزونطاسيون دونك اللي غادي نقدموها، اللي هي تكون لايت، فيها صور جد معبره اللي تنخدموا بها عاده، واللي تتبقى تتعرفوا في بريزونطاسيون الصور تتبقى في الذاكره اكثر ما كتبقى الكلام ولا الكتابه. اذا مالوريزمون ما بقاش لي الوقت نظرا للانشغالات باش نديرها بالعربيه، سوسون جاست فقط عناوين مع صور، العناوين غنشوفهم بالانجليزيه، ولكن ماشي مشكل لان الصور جد معبره اكثر من العنوان. ان شاء الله لا بقى الوقت في المره القادمه نقدروا ديك الساعه مدى فارسي نعاودوا نصوبوا داكشي بالعربيه ونصيفطوهم لكم، ولا تبارطاجيو مدى فارسي مع الريزو نشوفوا ان شاء الله. دونك غادي نحاول نبارطاجي ليكرون ديالي معكم باش كومسا ان شاء الله
نشوفوا هاد هادي جو بونس ايسي دونك ما عرفتش واش واضح مزيان واش وصلتكم الصوره مزيان الصوره مزيان مزيان صافي سي بون انا عندي كونيكسيون تاعي شويه ثقيله دونك فوالا alors nous sommes le 30 juin دونك اول حاجه الانسان ملي تيدير المقاوله ديالو تيكونوا بزاف ديال الطرقان دونك ما تنعرفوش اين طريق غادي ناخذ واش لا غور واش اليمين واش نرجع للور واش نزيد القدام واش دونك كيكون عندي مجموعه من التساؤلات كيفاش غادي ننجح المقاوله ديالي وهنايا طبعا الجواب كيجي عن طريق انني خصني نكون باش نكون مقاول تنخدم وسط واحد المجموعه ديالي ولا وسط واحد الفريق اذا المره الاخيره ملي كنا هضرنا على تاسيس المقاولات هضرنا بان تاسيس المقاولات هو تاسيس الفريق وخصنا نعطي واحد الاهميه كبيره للناس اللي غيكونوا معنا في الفريق من اصغر واحد لاكبر واحد وهنا ما يمكنليش نبدا المقاوله لما تاكدتش من الناس اللي معايا لان خصوصا الا هضرنا على المقاولات المغربيه اللي هي عامه صغيره ومتوسطه فلا عندك غير واحد الشخص شويه بالدارجه ماشي هو هذاك غادي يخرب لك كل شيء وانا هذا الشيء عشته في عده تجارب ديالي الشخصيه في بناء بعض المقاولات تيكون عندك غير واحد الشخص يعني انت تتبنى استراتيجيه مثلا كان عندي محل مكتبه انت تتبغي مثلا تولي غروسيست وتكبر ديك المكتبه ودير فروع في المغرب وعندك افكار وباغي توصل دونك انت تتحط لا استراتيجي ديالك في الاول يعني ديك الحلم ديالك تتحطو قدامك وباغي توصل وهذا ولكن للاسف لا عندك غير واحد الدخل انت تمشي تجري على لي كليون لان كما قلنا مقاوله صغيره يعني فيها ثلاثه الناس اربعه مثلا انت تبدا انت النهار كامل تدور على لي كليون ديالك الا عندك واحد الشخص في المقاوله تيهز لك واحد 100 درهم في النهار تعرف ملي تكون مثلا خدينا هذا البروجي ديال المكتبه المكتبه تعرفوا فيها بزاف هالستيلوات لي غوم هالوراق ما يمكنلكش تدخل انت كل نهار وتحسب يعني الا كان عندك واحد الشخص اللي مريض الله يستر وتي يقدر يسرقك ولا جو سي با شنو يدير يعني الا خذا لك غير واحد هو بالنسبه ليه راه 50 درهم ولا 100 درهم ولكن بالنسبه لك انت راه ديك راه 3000 درهم في الشهر تخلص بها الكرا ولا يعني خصك واحد الشخص اللي يكون ثقال 100% هادشي علاش الميساج اللي تنبغي ندوز وهو ان الناس اللي غتختاروهم يبداو معاكم في البدايه خصوصا ملي ما تكونش امكانيات ماديه باش تشري تحط ان سيستيم دو كونترول مثلا كاميرات وهادشي اللي ولا دابا ولكن حتى هو عنده النواقص ديالو لان ما يمكنش الانسان يحسب راسو بانه خدام بحال اللي خدام وهو مراقب طول الوقت اذا انت خصني نعزل هذوك الناس يكونوا في الحقيقه الناس ديال الثقه والناس اللي باغين يضحيو معايا في الاول سيرتو لما كانش بامكاني نعطيهم دي بون سالير ما عنديش نخلصهم مزيان ما غاديش نخصني الناس فريمون اللي قابلين يهزوا معايا داك الهم ديال المقاوله في الاول حتى نوقفوا على رجلينا بيان سور من الناحيه الاخرى خص تكون انت مكون نفسانيا وتربيه وهذا باش تكون عندك الكلمه عاوتاني غنشوفوا بارمي هذا بان الانسان اللي يكون مقاول خص تكون عنده الكلمه يعني ملي تعطي واحد الوعد خصك توفى به اما كما طلب من الفريق ديالك انه يكون ثقه ويخدموا معاك ويصبروا معاك فلا عطيتي شي وعود دائما خصك توفى فيها من بعد مثلا ودي صبروا معايا تنوقف وندير لكم فمني توقف خصك دير لهم لان انت خصك تكون هادو من المميزات ديال الانسان المقاول الناجح انه اذا عاد وفى دونك ما يمكنليش نركب على ظهر واحد الناس باش نوصلوا في التالي غالبا هادشي كيطرا في عده مقاولات هذوك هما اول وحدين تنلوحوهم التوش الا بغينا نقولوا بالدارجه دونك هادي ماشي شي حاجه مزيانه لان هذاك الفريق بالعكس غادي نستثمر فيه من بعد وغنشوفوها بان خصني نفورميه بان كل ما تكبر المقاولات او ما خصني نمكنهم باش يكبروا معايا لان الفريق السوتو اللي كيكون بدا معاك دائما خير مثال على هذا هو علي بابا كما تتعرفوا الشريك ديالو الاول في المقاوله ديال علي بابا وهي الزوجه ديالو اللي كانت فقط سكرتيرا عنده ولا عطات الفلوس باش يبدا هو المقاوله ديالو اللي داروا فيه الثقه يعني ليكيب الاولى اللي بدات معاه هما دابا اللي كنشوفوهم رؤساء واللي هما مساهمين عندهم اسهم في علي بابا اللي كانت الاسهم في ذاك الوقت ما كتسواش حتى شي حاجه مي دابا اصبحوا عن طريق ديك الاسهم اللي عطاهم في الاول تبارك الله تسوى ملايين الدولارات اذا هنا من 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 كما قلنا فريق متكامل خص يكون الثقه متبادله وتكون بنيه الثقه المتبادله في الاتجاه هنايا اول مهاره خص تكون عند المقاول حاليا وهو خص يكون ماشي غير رئيس مؤسسه ولكن خص يكون ان كوتش اللي تيشوفوا فيه الناس بانه يقدر يكوتشيهم في المجال ديال العمل والمجال الشخصي يعني تدخل مع الناس وتردهم كعائلة بحيث كتحاول تقرب لهم بزاف ماشي غير مقاول مع الناس اللي خدامين عنده الآن ولينا تنشوفوا المقاولات الجديدة وهي ديك المقاولات الاجتماعية ولا هذه اللي تتكون فيها واحد العلاقة بحالية علاقة
عائليه، يعني ما تهضرش على المقاوله العائليه، ولكن حقيقه الناس اللي كتخدم معاهم خصك تكون دائما قريب ليهم، ودائما تتفكر في المشاكل ديالهم، وتتشوف حتى هما النظره ديالهم ديك المقاوله، وتتحاول تكوتشيهم، يعني تزيدهم القدام وتكبرهم على المستوى اللي كانوا فيه في الاول. اذا اي واحد يفكر يكون مقاول خصو يفكر بانه غيكون بحال رب ديال واحد الاسره، واللي خصو يكون تيعطي ان كوتشينغ لهذيك الاسره باش يمكن يرفع من القيمه ديالها، لان الفريق ككل خصو يكون عنده نفس المنهجيه. ولذلك هذاك الكوتش او هذاك المانجر خصو يكون هو اللي تيجر داك القطار كرب اسره، اللي تيخاف عليهم كاملين، وبيان سور اللي يتقاسم معهم جميع الهموم ديال المقاوله، وتتكون عند الناس كاملين فاهمين علاش هما انضموا لديك المقاوله، وعلاش كيشتغلوا فيها، وشنا هو الهدف البعيد المدى والقريب المدى، وشنو الدور المطلوب من كل واحد باش تنجح المقاوله، لان كلهم خصهم يخدموا بحال اللي كيخدم فريق واحد. دونك اللي خصنا نعرفوا ان دائما نعاودها، اي واحد في الحياه كيتولد بواحد المهارات اللي هما تيكونوا عندنا، الله تيعطيهم لينا، فقط كل واحد وكيفاش داير المهارات ديالو، كاين اللي عنده واحد المهاره ديفلوبيه مزيان، وكاين اللي عنده شويه، مي كل واحد عنده شي حاجه مزيانه في المهارات، وكتخلقوا بهم. دونك ما كاينش كاين شي مهارات بحال هكا، الله سبحانه وتعالى ملي تيخلقنا تيخلقنا بهم، طبعا كل واحد عنده وحده زايده على الاخرى، وكل واحد متفوق في واحد الحاجه على الاخرى، وهذا الشيء راه يمكن تلاحظوه من اللي عندكم وليداتكم ولا اخوتكم الصغار. من الصغر غتلاحظوا بان شي واحد بلا قبل ما يمشي لا للمدرسه ولا لوالو غتلقى عنده واحد المهارات اللي تيمتاز بها. دونك انا هنايا جمعت واحد ربعه ديال المهارات اللي تنتخلقوا بهم. اذا هاد ربعه المهارات كنتخلقوا بهم، وكاينه تقريبا واحد 11 ولا 12 حاجه اللي خصنا نتعلموها. دونك كاينين المهارات تنتخلقوا بهم خصنا فقط نخدموا عليهم باش نديفلوبيهم، يعني باش ننميوهم، وكاينين مهارات اخرين اللي ما تنتخلقوش بهم خصنا نتعلموهم وخصنا ننميوهم حتى هما، مع نطوروهم مع الوقت ومع التجربه. اذا من هاد المهارات اللي تنتخلقوا بهم بحال اللي في الصوره مثلا، دونك كاين دي شيترون هنا لي بيس شيترونج اللي هما كحل، وكاين حمر. اذا يمكن لك تخلق انسان ابيض، ولا تخلق في الولايات المتحده، ولا هذا ولا هذا ولا هذا، كذلك المهارات هكا كتلقاو ما تتخدمش عليهم تتلقاهم. اذا هذا هو اللي كاين، غادي نشوفوا بارمي المهارات. اذا من بين المهارات اللي تنتخلقوا بهم، وكما كتعبر عندنا الصوره، وهي الشخصيه القويه. دونك من الصغر تيبان لك شي واحد لا شتي غير كما نقولوا بالدارجه في الدرب ولا في الحومه، تيبان لك شي واحد في الدراري كيلعبوا الكره ولا شي حاجه، تيبان لك من الشخصيه ديالو قويه على الاخرين. اذا مخلوق بواحد المهاره ولا بواحد الحاجه اللي هي كاينه من عند الله. اذا هنا تيخصنا غير نشدوا هذاك الطفل ولا المقاول ولا هذا، وننمي هذيك الشخصيه القويه. اذا المهاره الاولى اللي خص تكون عندي واللي هي كاينه عندنا كاملين كما قلنا، غير جوست كل واحد عنده، لا درنا واحد الميزان على 100 غلقى واحد عنده 50%، واحد عنده 90، واحد دون كل واحد شنو عطاه الله. اذا هذه من المهارات الاولى اللي خص تكون عند المقاول. ما يمكنش تدخل عالم المقاوله وانت عندك شخصيه ضعيفه، وكنظن هذه في الحياه بصفه عامه ماشي غير المقاوله. ما يمكنش دير واحد لاكتيفيتي ولا مادام تخلقتي، والا خص تكون عندك الشخصيه ديالك، لان كل واحد كما قلنا كما البصمه، خص كل واحد يخلي البصمه ديالو في الحياه، فكذلك الشخصيه خصها تدوز تبقى في الحياه. اذا انا مثلا منين تنتلاقى بحال كما مع مدام فارسي مثلا، دونك تتخلي هي واحد البصمه ديالها فيا، منين تنتلاقى مع شخص اخر في العشيه ولا في الصباح كذلك هو كيخلي واحد البصمه اخرى اللي هي مختلفه جدا. دونك شحال ما عندي ديال الاصدقاء ولا في العائله ولا هذا، كل واحد راه عنده بلاصته وعنده الشخصيه ديالو اللي مختلفه. اذا هنايا الشخصيه خصها تكون قويه. قوية ماشي هي نكون بالدارجة ديالنا تنهرف على عباد الله وتنطغى، ماشي هكاك. نو، شخصية قوية يعني لا قدر الله لا تعرضت المقاولة لشي سكوس ولا شي حاجة ولا شي مشاكل، فخصني نبقى ثابت، ما نقلش داك الخوف ديالي ولا داك التردد ديالي، سواء كان مشكل مادي ولا مشكل أي مشكل كما كان، فخصني نبقى ثابت، وخصني نبين بانني راه قوي، وما ندوش داك الخوف للفريق ديالي. اذا داك الخوف ولا داك الستريس ولا هذا خصني انا نكون اول واحد كيابسور به، وديك الساعه ما يدوش للفريق ديالي، لان الفريق ديالي خصو يبقى مشتغل بواحد الروح عاليه، وما نحاولش ندوز ليه جميع داك المشاكل ديال المقاوله.
اذا هنا انا ملي دخلت العالم المقاول عارف فيها مشاكل، فخص يكون عندي شخصيه قويه اللي غادي تقاوم داك الصدمات ديال الحياه ديال المقاوله. وهذا الشيء راكم عارفينه كاملين، الناس اللي دازوا في العالم المقاوله ولا الناس اللي قراو عليها فكيعرفوا بان المقاوله في الحياه راه بحال الانسان في الحياه. دونك غادي تجي لحظات مزيانه ولكن لحظات كثيره في الاول، سورتو في الخمس سنوات الاولى غتكون شويه صعيبه علينا. فهنا خصنا نكون داك الشخصيه اللي كتقدر تمتاز بالقوه ديالها. الوغ الحاجه الثانيه وهنايا وهي كما في الصوره، خصني نكون واحد الشخص اللي كيتحمل المسؤوليه اللي هي هضرنا عليها حتى هي، يعني بيرسون هو تيكس ريسبونسابيلتي. هذا السيد هذا المقاول خصو يكون واحد الشخص اللي كيتحمل المسؤوليه ديال القرارات ديال المقاوله. يعني انا تنخدم كفريق، غادي نبغي مثلا نبيع السلعه ديالي، غادي نقول مثلا غنبيع غير في الرباط ولا في الدار البيضاء ولا على مستوى المغرب، يعني غنبدا نتخذ قرارات. ملي غادي نبدا نتخذ في القرارات فخصني نكون انا مسؤول على القرار، يعني غنستشر مع الفريق، ربما مع الخبراء، ربما مع الناس اللي عندهم تجربه، ولكن اخر واحد خصو ياخذ القرار هو رب المقاوله ولا السيد اللي كيسير المقاوله. واذا ملي غناخذ القرار فخصني نتحمل مسؤوليتي، ما نجيش من بعد نقول لا راه نتوما اللي قلتوا لي الفريق ولا الخبراء حقا خرجوا عليا عطوني واحد الحاجه ماشي هي هذيك. اذا انا يعني خصني يكون كنستشر ولكن في الاخير القرار تيبقى ليا. وهذا الشيء نفس الشيء كنحاولوا ندوزوا هذا الميساج لجميع الناس وخصوصا المقاولين او الطلبه اللي بغاو يكونوا مقاولين من بعد او في الحياه بصفه عامه. تنطلب انا دائما بما انه ما بقاوش الرسل، يعني ما غناخذوش واحد الكلام على اساس انه وحي، فاي كلام غيجينا من اي شخص كما كان ديما كما تنطلب انا نخلي واحد 20% ديال واحد المسافه اللي تبقى ديالي انا في التالي. يعني غادي ناخذ الكلام من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا والاستشارات والنصائح من عند الاباء ومن عند الخبراء ومن عند هذا، ولكن الكلمه الاخيره غناخذ واحد 20% ولا هذه غنبقى نفكر انا راسي باش ملي ناخذ القرار ديالي ما غنقولش لا راه الوالد اللي قال لي ولا حقا راه الديريكتور فينونسي ولا جو سي با السيد هذا هو اللي قال لي ولا الاستاذ ولا واحد سمعنا واحد السيد في الفيسبوك هو لا. ففي الاخير خص القرار ديالي يبقى ليا ونقتنع بان هذاك القرار. اذا خصني نكون واحد الشخص اللي بغيت ندير المقاوله، نكون واحد الشخص اللي كيلتزم وتيلتزم بداك الشيء المسؤوليه اللي خدها. اذا خديت واحد المسؤوليه غنكون قاد بها 100% ما يمكنش نرميها على واحد اخر. اذا كنت من داك النوع اللي غادي نبقى نقلب على الناس اللي نمسح فيهم اذا ما صالحش المقاوله، من الاحسن نمشي ندخل مع واحد العمل اللي نكون انا ما نكونش ريسبونسابل عليه. وهنا طبعا هذا الشيء علاش تنقول بان هادو شي حوايج تيخلقهم فينا الله سبحانه وتعالى، لان اي واحد اللي غادي يتزوج ويدير اسره ولا اي واحد غادي يكون غير انسان فوق الارض فهو خصو يكون انسان مسؤول. وكما قلنا الفرق تيبقى غير في ديك المسؤوليه، كل واحد كيفاش تيخلق بها مسؤول، واحد 20% واحد 80، ولكن خصنا ننميوها. وهنا في عالم المقاوله خصني يكون مسؤول الى ابعد مدى وهو تقريبا 100%. ما يمكن ليش خصني لا وقعت شي مصيبه لا قدر الله خصني نتحملها ونقول انا هذه لا ديسيزيون ولا هذا القرار كان ديالي انا واخا نكون ناقشته في الفريق. لان هذه النقطه الثانيه. الو النقطه الاولى خص تكون شخصيه قويه، خصني نكون انسان اللي تيتحمل جميع المسؤوليه، وهادو بجوج مره اخرى نذكروا بانهم تنخلقوا بهم. حاجه الثالثه وهي اننا نكونوا هيومن اند سوشيال، يعني نكونوا واحد الناس اللي تيتحلوا بواحد الروح ديال الانسانيه ونكونوا اجتماعيين. فإلا خرجت العالم المقاوله وما كنتش واحد الانسان اجتماعي وانساني ما نكونش صالح للمقاوله. اذا لو كنت غادي نكون واحد الروبو وواحد الانسان اللي ما عندوش الحياه الاجتماعيه في المقاوله وباغي الناس تكون كلها كديروبو فما يمكنش ننجحوا. وهنايا دائما نعاود ناكد بان النجاح ما عندوش طريق وحده، يعني راه غادي نطيحوا في دي زيكزامبل اللي غادي يكون انسان ماشي اجتماعي وماشي انساني وتلقاه ناجح، ولكن غيكونوا قلال. يعني هذاك سي ليكسيبسيون او شي حاجه اللي اكسبسيونيل ما غاديش نبنيو عليها. هنا تنهضروا على صراحه الحاجه اللي عام، يعني من خلال الدراسات هذا النوع ديال الناس هما اللي نجحوا. بيان سور دائما كاين ليكسيبسيون، مثلا غادي نلقاو مثلا في دول كالصين كذا نلقاو الناس بحال روبو ما كاين لا انسانيه. طبعا ماشي الصين كامله عاوتاني ما غاديش نجمعوا كل شيء، ولكن كاينين بعض الشركات تخدموا بحال هكا، يعني تنخلصك غتخدم ما كاينش الروح الاجتماعيه والانسانيه وهذا. ولكن اغلبيه الشركات اللي كينجحوا كلهم تلقى عندهم
هذاك الرئيس الشركه كتلقاه انساني واجتماعي، بحيث الانسان ملي كيجي الشركه يشتغل وهذا كيوفر واحد الظروف للانسان جاي هو فرحان باش يدخل الشركه يخدم. ما يمكنش نتصور واحد السيد جاي وعارف راسو غيأدي غير واحد العمل اللي ياخذ عليه مقابل وغادي يجي يطور معك المقاوله، امبوسيبل يطور معك واحد المقاوله لانه ما تيشوفش هو راسو فيها وما تيشوفش بانه كيتعامل بانسانيه. اذا مره اخرى انساني واجتماعي هي واحد الصفه اللي كانت خلقوا بها واللي خصنا غير ننميوها. طبعا داخل المقاوله هاد الصفات هادو ما تنكونوش بنفس الصفه مع الجميع، يعني على حسب عاوتاني الناس اللي خدامين معنا. دونك واحد غنكون معاه انساني الى ابعد مدى، واحد غنشوفو كيستغل داك الظرافات ديالي ولا الانساني ولا الاجتماعي، فما غنكونش معاه عاوتاني مطلوق انساني 100% لانه من جهه اخرى كيستغل ماشي شي واحد اللي غتمكننا باش نديفلوبيو المقاوله ونطوروها، فبالعكس كاين استغلال. اذا هنا حتى داك الانساني وشخصيه قويه وهذا على حساب الناس اللي معايا في المقاوله. اذا انا ما هذه كتجي مع التجربه بيان سور، كنعرفوا كيفاش نتصرفوا مع التجربه ان شاء الله. اذا هنايا خصني نكون واحد الانسان اللي هو كوريوس، يعني بالعربيه يعني كلمه مالوز ما مشات لي، يعني كوريو زعما تكون تكون كون تتبغي فيك ذاك الفضول ديال الفضول، تمام هي الكلمه. اذا نكون فضولي وهذه حتى هي كيخلقها فينا الله، يعني ما كاينش واحد الانسان ما تيكونش فضولي من عهد سيدنا ادم، فكلنا الناس بالطبيعه ديالهم فضوليين، وطبعا ديما كما تنقولوا تتفاوت الفضول ما بين شخص واخر. اذا هنايا في عالم المقاوله هذا الفضول بيان سور الايجابي ضروري ومؤكد، ما يمكنلكش تنجح في مقاوله لما كنتيش فضولي. فضولي يعني لا طلقتي واحد المنتوج ولا واحد الخدمه في السوق، فخصك تكون تتشوف المنافسين فين وصلوا، تتشوف. اذا هنا خص تكون عندك هذا الفضول ضروري، هذا الفضول الايجابي باش تعرف السوق وتعرف الارقام ديال السوق وتعرف تاخذ وتسول هذوك الناس ديالك اللي كيكونوا في هما اللي نسميهم يعني في الشارع، اللي تيخرجوا هما براسهم يخدموا بيديهم، ولا تيخرجوا يمشيوا يديروا السيرفيس عند الخدمات يقدموا الخدمات، فتتسولهم كيفاش الكليان مثلا تلقى ذاك الخدمه، واش فرحان الكليان واش لا واش هذه. إذن تنكون فضول في جميع النواحي على المستوى العالمي مثلا، هاد نفس الخدمة كيفاش تدار. إذن خصني يكون عندي واحد الفضول اللي هو كبير بزاف وهو محبب، هاد الفضول هاد النوع ديال الفضول تيكون واحد الفضول اللي هو محبب. علاش؟ لأن تيجعلني باش نجمع بزاف المعلومات باش نطور هذيك المقاولة، وهنا هاد الفضول ديالي كندوزو للفريق ديالي. يعني مثلا نعطيكم مثال اللي هما أمثلة اللي هي حية، الى كنا نخدموا في سوسيتي ديال لوجيستيك، وملي تصيفط السيد مثلا غير ان كورسيي غادي يمشي يوضع واحد الوثيقه في واحد الاداره وهذا، تتسولوا شحال كانوا تما عندهم الكليان، كيفاش الناس كانوا تما هذا. الا صيفطتي شي واحد مثلا حنا في ديبارتمون دو فينونس يمشي يخلص واحد الضريبه، تتسولوا على في دار الضريبه كيفاش الناس يتعاملوا، واش كان زحام واش كان هادي. علاش؟ باش تعرف مثلا هي الوقت وقتاش تصيفطوا. مثلا صيفطتي مع ثلاثه وقال لك راه كان زحام وهذا، دونك اوتوماتيكمون هذا الفضول خلاك المره الجايه ما نصيفطوش مع ثلاثه، نصيفطو الصباح بكري ولا بروميير اور ولا. دونك هذا الفضول هذا تيبان في شي نقط واخا هما نقدروا نسميوهم تافهين كاع، ولكن مزيانين بزاف. ودايوغ هذا الشيء باش تنطلب انا من الناس المقاولين باش نشتغلوا كفريق. علاش؟ ملي تدوز هذا الفضول ديالك للناس اللي خدامين معاك وتتخليهم بان الهدف راه هو تطوير المقاوله، شنو تيطرى؟ غالبا خصوصا من اشتغلت على المستوى الدولي، فتتكون في المكتب ديالك وما تتكونش في جميع الدول، وما تتكونش توصلك المعلومات يعني عن طريق دي طابلو اكسل ودي دي, دي بلاتفورم. ولكن الحقيقه ديال كما نقولوا ديال التيران ولا ديال المقاوله في الارض وهذا في الارض ما ماشي هي هذيك، توصلك ارقام انت جالس او لا مثلا المدير ديال واحد المصنع وانت النهار كامل في المكتب ديالك والكليماتيزور والناس تجيبوا لك لوزين وقف لا ماشين وقفات هذه دارت، ما عمرك ما نزلتي للارض للوزين باش تعرف ذاك الناس كيفاش يخدموا وكيفاش شنو المشكل وهذا. دونك تتبقى ديكونيكتي على الحقيقه ديال الوضع. وهنا لا بغينا نسهلوها بحال هذاك اللي ما تيلعبش كره كيجلس تيتفرج، دونك تيتفرج تيبان له داك الشيء ساهل ولا هذه ولا انه بعيد، ولكن الحقيقه شنو هي؟ هو ملي تدخل تتحس بان خص كونديسيون فيزيك، بان حقر ما ضربش ديك الكره ماركاها ماشي لانه ما تيعرفش، ولكن لان الكونديسيون فيزيك وانت يا تتحب كي التقنيه هي اللي كتماركي، لا خص كونديسيون فيزيك وخص ربما الجو كان حار وربما. اذا الحقيقه ديال هذا تجي من الفضول. وهنا ملي تدوز الميساج للناس اللي خدامين معك كاملين شنو تيولي؟
ملي تيمشي هو لاي اداره بلا ما تطلب منه تيجيب لك الحقيقه، لان انت ما عندكش الوقت مثلا او لا عندك التزامات ما تنزلش انت تمشي لكاع الادارات ولا هذا، مي هو الناس ديالك تيجيبوا لك هذيك الحقيقه ديال المنافسين المعلومات. راه اليوم مشيت راه لقيت مثلا بحال حنا في مجال لوجيستيك كنا ملي تيمشي مثلا السيد ويجي يقول لك راه الشركه الفلانيه راه توصلت 100 كونتينر، اذا هنا تجاوبك معلومه مهمه بان مثلا هذه الشركه راه 100 كونتينر تبارك الله راه هذا، اذا هنا تطور المقاوله ديالك عن طريق هذا الفضول الايجابي بيان سور ماشي الفضول السلبي. اذا هادو اربعه بيان سور كاينين وحدين اخرين بزاف، ولكن انا عزلت هاد الاربعه اللي هما اساسيين اللي تنتخلقوا بهم واللي تسهل علينا غير ننميهم، يعني احنا مخلوقين بهم الحمد لله تسهل علينا غير ننميهم. اذا الانسان اللي عنده شخصيه قويه خص يزيد ينمي الشخصيه ديالو في المجال المقاولات، وهنا تنقولوا في مجال المقاولات يعني اي حاجه وقعت في المقاوله مره اخرى ما خصوش يدوز هذاك الخوف للناس اللي معاه، ما خصوش دونك خصو يكون واقوي الشخصيه وياخذ الصدمات او لا يقدمهم لهم ولكن بطريقه تكون شويه مزيانه. اذا خصو يكون كياخذ المسؤوليه، دونك ما غاديش ندوز للفريق ديالي ولا هذا ونبقى نقول لهم نتوما المسؤولين ونشد شي واحد نوبخو بانه مسؤول، اذا خصني نتحمل مسؤوليه الربح ومسؤوليه الخساره، خصني نكون واحد الشخص اللي هو اجتماعي وانساني مع الفريق ومع الناس كاملين والزبناء واللي فورنيسور والموردين وكل شيء، وخصني نكون واحد الانسان اللي هو فضولي جدا الا بغيت نخلق المقاوله ديالي. اذا هادو اربعه د الحوايج الا بغيت نكون ناجح في خلق المقاوله، ومره اخرى ما كاينينش غير هاد اربعه د الحوايج كاين بزاف، ولكن حنا اختارينا لضيق الوقت وهادو من الاساسيين لان من خلال التجربه هاد النقاط هادو. اذا هنا تنعاودوهم كاملين باردون قبل ما تنتقل لهذا المرحلة الثانية ولا المحور الثاني، بغيت نقول واحد الحاجة، أنك باش تنمي القدرات ديالك ولا باش تنمي هاد خمسة ديال النقاط اللي قلتي، أنك تكون فضولي يعني تعرف الواقع وداك الواقع كاع اللي داير بك كيفاش عامل، حيت واحد اللحظة تقدر تطيح وتلقى راسك الفريق مشى وبقيتي بوحدك تبدا من الصفر، كيخصك تكون ضروري على الدرايه بداكشي اللي محيط بك. علاش البدايه من الصفر مزيانه بزاف، وخصوصا المقاولين يأسوا بوحدهم ويتقاتلوا بوحدهم ويبقاو يخرجوا راسهم في العام الاول العام الثاني العام الثالث باش يعرفوا كاع هذيك الاسرار ديال كيفاش كتمشى في الواقع. حيت الا ما كنتيش عارفها وطاح المشروع ديالك الاول ما غاتقدرش تبدا المشروع الثاني، غادي تبقى تعتمد على فريق اخر تجيبه باش هو اللي غيمشي لك هذا. الوغ دائما الليدر ولا القائد خصو يكون جزء من الفريق، ماشي يبقى يبني على الفريق شنو خصو يدير. أو بلوس دو سا أنه هاد باش تعرف العالم ديال المقاولة خصك ماشي ضروري تقرا ولا تمشي تقلب، ولا خصك ضروري ما تحتك بناس اللي في نفس الدومين ديالك مثلا، كيفاش التجربة ديالهم كانت، كيفاش بداو، كيفاش توصلوا لذاك 6 سنين 7 سنين 10 سنين 20 عام ديال الخدمة ما توقفوش فيها إلى آخره. يعني التجربة ديال الأشخاص الآخرين اللي دايرين بينا في العالم راه مهمه بزاف باش كانت انسبيراو منها، باش كناخذوا منها الالهام وناخذوا منها التجربه باش نقدروا حنا ننجحوا في المشاريع ديالنا. هادشي اللي بغيت نزيد نسمح ليا بزاف. بالعكس ياسمين عندك الصح في هذا. الا بغيت نعطي شي دي زيكزامبل يعني واقعيين اللي وقعوا لي انا مثلا، فمثلا كان مثلا كنت كنلقى شي اثمنه في كازا طايحين بزاف الاثمنه، وفي الرباط ملي تنشريوهم حنا تنشريوهم مثلا يمكن تجيبهم من برا كاع امبورتي وكتلقاهم غلا من انك تشريوهم من الدار البيضاء. فهنا بديت نطرح السؤال كومون سافي مثلا انا نجيبهم من برا من عند الفورنيسور خارج الوطن وتنوصلوا هنا تيوصلوني غاليين او نشريو من الدار البيضاء وكيوصلوا رخاص. اذا هنا باش نعرف انا هذا الفضول هذا كنت كنهزو الموتور ونديروه في الكار لواحد الشخص كان خدام معايا ويمشي لكازا ويبقى يدور بالموتور على هذوك الناس اللي تيبيعوا بداك الثمن الرخص باش نفهموا هذا الميكانيزم باش خدامين. وبالفعل فهمنا الميكانيزم ديالهم علاش كيوصلوا هما باش يبيعوا رخص من انك تمشي تجيبوا يعني حتى من الفورنيسور ديالو اللي كاين خارج الوطن. هنا اللي تنطلب انا من الناس كاملين ودايو خاجي باش تفشلوا الشباب ديالنا في المقاولات، لان الملعب مره اخرى الميكانيزمات ديالو ولا القوانين ديالو باش تيخدم ما عنده حتى علاقه مع داكشي اللي تنقراو غير في لا تيوري. انا نعطيكم مثال بسيط، اي واحد قلت له المقاوله يقول لك الفلوس، لا ما عندكش فلوس ما يمكنش تبدا وما يمكنش تنجح وما يمكنش. انا تقريبا اعوذ بالله من قولت انا جميع داك لي بروجي بيرسون اللي درت كاملين ما كانش عندي فيهم الفلوس بزاف، يعني شي حاجه قليله يلا باش تبدا. واكتشفت ملي نزلت للملعب كما تيقولوا
بان مثلا يمكن لي نمشي نضرب عمر ولا كنت تنبدا في الاول سي فغي كيكون واحد شويه الصعوبات، ولكن اون فوا يديروا فيك الثقه تيولي واحد الشخص فواحد المحل تيهز التليفون تيعيط للناس اخرين تيقول لهم راجع عندكم في زازي محمد عطيوه السلعه اللي بغا، وتتولي تاخذ السلعه بالثقه ديال هذاك السيد، هذاك هو الكارونتي ديالك، هذاك السيد اللي انت هو براسو تتاخذ منه اي كريدي، يعني هو دار فيك الثقه ولا تيعرفك على ناس اخرين تيولي عندك ان ريزو ديال الناس، وتتولي ما تيبقاش عندك مشكل ديال السلعه صافي السلعه وحليتي المشكل ديالها، تيولي عندك مشكل كيفاش تبيع، اذا هنا ولا عندك مشكل فقط كيفاش تلقى لي كليون، يعني الحمد لله حيدوا عليك واحد الجهه ولي. ولكن هذا الشيء في اليونيفرسيتي ولا في المدارس ما تنقراوش، لان في المدارس يقولك لا بغيتي تكري شركه خصك الكابيتال فينونسيير خصك، واذا هنا تنطلب انا من الشباب ما فيها باس نديروا واحد راس مال صغير ونجرب به ونشوف عاوتاني نجرب، وبيان سور غنفشل مره وغنجح مره، ولكن التجربه هي اللي تعطيني نتعلم حوايج اللي هي مهمه بزاف. فهنا كما قلنا، ولكن هذه التجربه هذه بغيت نديرها ضروري خص على الاقل هاد اربعه ديال الحوايج، يعني اذا كان عندك كما قالت مدام فارسي كتخاف تفشل فغتفشل اول مره وغادي تزول من الطريق، ماشي رجل ريسبونسابل تحاول ديما تخبع المشاكل ديالك تلصقهم في الناس ما يمكنش غادي تنجح. الا كنتي واحد الشخص اللي ماشي انساني وماشي اجتماعي، يعني ما تتعرفش تكون اجتماعي مع الناس وهذا ما تنجحش، لان عالم المقاوله فيه الكليان وفيه لي فورنيسور وفيه الناس اللي خدامين معاك وفيه، دونك خصك تكون اجتماعي وانساني باش يمكن تدفع بالفريق ديالك وبالمقاوله ديالك القدام، وطبعا الفضول. اذا هادو اللي تخل... عندك الحق تيتيزازي مع هذاك الريسبونسابيليتي، وقيلا من حيت هذاك هو بحال قلتي القانون ديال الحياه، انفو كت كتلوم الناس ولا داك الطرف الخارجي كبحال كنتي كتعطيهم الساروت، بحال كنتي ما كتبقاش عندك داك الباور، كتبقى انت وكتولي تلوم بحال كنتي واحد القانون ديال الحياه، تلقى الناس كيلوموا مثلا الحكومه كتلقى تيلوموا، حيت داك هو بحال خصو يحيد الريسبونسابيليتي عليه، والطريقه الوحيده هو يلوم شي حاجه اللي ماشي هو. ناكد على ان هاد اربعه د الحوايج تنخلقوا بهم مره اخرى، علاش تنترباو بهم حتى في الدار والدينا، يا اما غيربيوك دي فوا راك ريسبونسابل، يا اما يعني في التربيه خص ندخلوها في التربيه ديالنا من الصغر، الدراري ديالنا نربيهم على واحد بان كان ريسبونسابل، دبر راسك حل المشكل براسك حتى نشوفوك غراقيتي الا بغينا نقولوا، ديك الساعات نعتقوا وليداتنا. ولكن في التربيه حتى المجتمع، شي مره كتلقى الشخص مثلا ايجابي في الصغر ديالو كيكبر واحد شويه صافي تيولي كيكوبي، واخا كتلقى هو زعما كبر بعائله مزيانه كتلقى كيكوبي نفس داك اللونغاج اللي كتلقى كل كاع الناس ديال الحومه كيهضروا، كتلقى واخا هو تلقاه مزيان كتلقى اوكي راه كلشي ما كايناش الخدمه وهادي، واخا هو كتلقاه موفر ليه كاع تماما كاع الطرق. هنايا هنا كتجيني واحد الفكره بان الناس بصفه عامه المجتمع تيكون واحد المجتمع اللي نسميوه كونسوماتور، يعني الناس تستهلك مستهلكين، دائما تتصور راسك شنو خصني نخلي انا كامباكت عند الاخرين، ماشي بالضروره غير هما اللي امباكتوني، مي خصني انا نخلي الامباكت ديالي. وهنايا دامير مشت واحد المقال في الفيسبوك ديال واحد السيده تقول لك انا راه سديت الفيسبوك ديالي وسديت جو سي با كوا لحقاش ما فيه حتى شي حاجه 4 سنين وانا خدام فيه غير الهضره الخاويه وهذه وهذه، ولكن ملي طرحت عليها السؤال واش فكرتي انت شنو تتشاركي انت مع الناس، داكور الاخرين تيشاركوا التفاهات وكاين التفاهين بزاف وهذا الشيء راكم عرفتوه في المغرب، ولكن واش الدور ديالنا هو نسد انا الفيسبوك صافي راه ما يمكنش شي حل هذاك، انا نحاول ندير لامباكت والاخر والاخر باش تكون واخا نكونوا قلال ولكن مع الوقت ربما نسمحوا كثر، مي ليسونسييل انا ملي غادي ندخل لك فيسبوك واحد شويه في النهار غنخلي شي حاجه بوزيتيف بعدا والاخر غيخلي شي حاجه بوزيتيف، وهذا وغتولي ملي غنجي ندخل غادي نلقى الكود ديالي فيه غير الحوايج بوزيتيف الحمد لله، دونك هذا خصنا نفكروا فيه. وفي المجتمع ديالنا خصنا نمشيو بنفس الطريقه، واخا يكون اغلبيه مثلا لعده الظروف بيان سور كاين مشاكل، ولكن حنا خص كل واحد من الناحيه ديالو ان شاء الله يخلي واحد الحاجه
اللي هي تكون. وهنايا تجي كذلك ما يفوتنيش بان تجي من التربيه في العائله والمجتمع وفي المقاولين. كاينين بعض المسيرين اللي تهما واخا تيكونوا صعاب ولكن تيخليو يغرسوا فيك هاد الاشياء هذه اللي تنفعوك الون تيرم. في ذاك الوقيته ربما تقول هذا السيد صعيب وهذا ما نخدمش معاه، ولكن من بعد الون تيرم تلقى راسك تتفتخر بان خدمتي معاه، لان دار فيك واحد الحاجه اللي خلاتك من بعد تنجح. وهنايا غنهضر على هذا الريسبونسابيليتي مثلا اذا كان الوقت يسمح، عن تجارب شخصيه اللي هي تقدر تفيد الناس اكثر. ني الله بديت الحياه العمليه ديالي في المغرب، جيت من فرنسا وبديت كان واحد خدمت واحد الشركه مغربيه اللي كان المدير ديالها بالهضره ديالنا صعيب بزاف، وواحد المره عطاني باش انا كنت المدير المالي، اذا بغيت نخلص لا تي في. ما مشيتش بيدي انا نخلص لا تي في، عطيت لشخص اخر. هذاك الشخص عطيت له جوج ديال لي، عطيت له ان شيك وجوج ديال لي ديكلاراسيون، هذا تخلص بها لي جي ار ا ليبوك، وهذا تخلص به تي في، ولكن تي في كانت اون روج يعني ما خصهاش تخلص، وكانت مثلا واحد يمكن 40 مليون ما خصهاش تخلص اون روج، ولي جيغ فيها شي 20000 درهم هي خصها تخلص. الوغ الدري ما عرفش، دونك ملي مشى تما عطى لهذاك السيد اللي في لا بيرسيبسيون هو اللي غادي يعمر الشيك، وداك السيد واي شد خدا تي في 40 مليون ما خصهاش تخلص، هو زادها حتى هي، اذا الشيك عمر فيه، وكانت اخر باقا شي ساعه باش تسد لا بيرسيبسيون في اخر نهار. اذا ملي رجع عندي قال لي صافي راه دفعت داك الشيء دفعته، وراني الشيك كنلقى فيه مات بحال نقولوا 50 مليون، وعطي 50 مليون مقاوله مغربيه صافي راه فنقول شنو يدير لك هذاك السيد داك الباترون ديالك. ولكن بالعلم ديالو بانه راه صعيب ولا جا غادي بالهضره ديالنا غيحيح عليا وما عرف شنو يدير، مشيت تنجري من بيرسيبسيون ما خلونيش ندخل لنا فات الوقت، قلت لهم والو. دونك لقيت الحل باش ندخل، دخلت عند السيد اللي مكلف قال لي لا صافي دخلت في السيستيم ما عندنا ما نديرو ليك. حتى الشهر الماجي دونك طلعت عند المسؤول بقيت تنهضر معاه، قال لي لا السيستيم هذا، قلت له وفي الاخير قلت له شوف دابا يا اما غتعطيني الشيك نرجع به، واما راه غادي يجريو عليا، زعما جوج الحوايج غادي اذا هنا ما بقيت فيه مهم نستعمل الجميع هذا باش نبقى فيه. قال لي السيد صافي ولكن خصك تجيب باقا شي نص ساعه خص تمشي وترجع بالفلوس شي 20000 درهم اللي خصنا نخلصو. مشيت جمعتها من عند لي زومبلوي من عند اللي خدامين معنا كل واحد شحال عطى، وخلصت هذاك المبلغ ورد لي الشيك اللي فيه هذاك 50 مليون ورجعت بحالي لهذا وحلينا اذا المشكل. من بعد خدمت في اون غروند ميتيو ناسيونال، وفي لي ميتيو ناسيونال خصك تكون ريسبونسابل خصوصا لو كنت على مستوى دولي ما تيعرفوش ديك الهضره ديال ميتيال كونيكسيون ما كايناش ولا شي ما تيعرفوش، لان واحد السيد في المانيا خصو يوصل واحد الرابور في واحد الوقت ما تعرفش راه الكونيكسيون ما كايناش في المغرب ولا الظروف اللي تشتغل فيها داكشي كامل صافي راك تتخلص باش دير واحد العمل خصك دير واحد العمل وراك مسؤول. اذا هنايا واحد المره بغيت ندير لو رابور وكانت بيوم السبت ومشات الكونيكسيون عندنا في الشركه اللي انا خدام فيها، فتنتصل بالانفورماتيسيان تنلقاه في اكادير حنا في الدار البيضاء دونك ما يمكنلوش يجي باش يحل لي المشكل. ويوم السبت شنو بقيت نفكر وطاح لي فكره بان الشركه اللي فوق منا كانت واحد الشركه عالميه اخرى وعندهم الويفي، اذا شنو طلعت حدا الباب ديالهم هما ديال الشركه وتكونيكتيت وعيط للصديق ديالي خدام معاهم باش يعطيني لو كود الويفي باش نصيفط الرابور ديالي، لان ما يمكنليش نقول الناس اللي في المانيا مثلا انا ما كايناش كونيكسيون ولا عندنا مشكل ديال الانترنت. اذا هنا ترجع عندك الايام الاولى ديالي مع خلال ريسبونسابيلتي ديالي فوالا ماشي شغلهم هما هما ما غاديش يسولوا داك البروبليم ديالك اكزاكتومون. اذا هنا من داك السيد واللي كان صعيب كباترون بالنسبه ليا صعيب، علمني بان حل مشكلك لراسك في ديك الاوقات الحرجه واللي فيها البريسيون، حاول تفكر في شي سوليسيون ما تبقاش مخلوع وتبقى تفكر غير في حوايج خايبه، لا خصك تلقى شي حل للمقاوله باش المقاوله يمكن تنجح وتستمر، لانه هو مادام انت محطوط ريسبونسابل دان ديبارتمون خصك تحل المشاكل ديالك. اذا هنا بعض الامثله اللي باش نبين لكم بان هاد أربعة ديال النقاط مهمة بزاف لنجاح المقاولة ولنجاح المقاول أو لا. وهنا من تنهضروا على المقاول ماشي غير يعني تدير شركة، كيمكن تكون لأن المقاولة أو المقاول تسمعوا انجليزي تا مايند سيت يعني واحد ليسبري واحد العقلية، وهذيك العقلية ديال المقاول كيمكن تكون أنت موظف في شركة أو لا موظف في الدولة وعندك عقلية مقاول. دايوغ هادشي باش تنجحوا الدول الاخرى، لان ماشي مقاول معنى ان الضروره تكون عندك الشركه، يمكن لي نكون خدام في الشركه او لا مع الدوله
ولكن العقليه ديالي عقليه مقاول، ملي تجيب لي شي دوكيمون ولا شي حاجه ولا شي بيزنس ولا شي حاجه في داخل الشركه تنعطيت انا الراي ديالي، لان النظره ديالي نظره مقاول ونظره مقاوله. اذا هاد اربع النقط، ويمكن كاينه نقاط اخرى مهمه حتى هي، نتمنى اللي عنده نقاط اخرى يقدر يبارطاجيها معنا، ولكن هاد الاربعه على الاقل حسب التجربه والدراسات في مستوى عالي في هارفارد اللي هادشي تنشارك معكم ف من خلال الدراسات في الجامعه ديال هارفارد تعطينا هاد اربع النقاط من النقاط اللي خصنا. الان غادي ندوزو للنقاط اللي خصنا نخدموا عليها، اللي يمكن ما نخلقوش بها كاملين ولكن يمكننا نخدموا عليها، ويمكن ترجع عندنا واحد النقاط اللي تفيدنا بزاف في المقاوله وفي النجاح ديال المقاول. اول نقطه وهي خص تكون عندنا دائما واحد لا فيزيون، يعني واحد الهدف وواحد استراتيجيه تنخدموا عليها. ما يمكنليش نكون انا مقاول وما عنديش استراتيجيه، وما تنخدمش باستراتيجيات، ما تنخدمش باهداف، ما تنخدمش بواحد لا فيزيون ديال المستقبل. يعني الا كنت واحد المقاول بغيت نكون ناجح ولكن ما تنتبناش استراتيجيات، يعني تنخدم غير هكاك اي ريح جا غنتبعو، اي ما عنديش اهداف، ما عنديش شي طريقه ديال الاشتغال، ما عندي حتى شي حاجه، فما يمكنليش ننجح. اذا الا بغيت نكون مقاول خصني نكون واحد الشخص اللي كيتبنى الاهداف واستراتيجيات اللي هي الطريقه باش نحقق الاهداف ديالي. اذا ما يمكنليش نتبع اي واحد، يعني تنوضع مع الفريق ديالي واحد الطريقه ديال تحقيق الاهداف، كنوضعوا الاهداف كيفاش غادي نحققوا ديك الاهداف، وتنخدموا على واحد الطريق اللي هي استراتيجيه وهي الطريق اللي كتادي بينا باش نحققوا الاهداف ديالنا. وبيان سور ما كاينش شي حاجه اللي هي فيكس في الزمن، فيمكننا في وسط الطريق نغيروا الاستراتيجيه ديالنا، ولكن واحد النسبه كبيره منها غتبقى ديما كاينه، يعني دائما يمكن نلقحوها بشي حوايج جداد على حسب الزمان وعلى حسب بيان سور الظروف، ولكن كاستراتيجيه غالبا نقدر نقول واحد 70 و80% خصها تبقى دائما ماشيه من الاول حتى يتحقق ذاك الهدف. اذا باش نكون مقاول خصني نكون واحد الرجل ديال استراتيجيات وديال الاهداف وديال الفيجن، يعني واحد النظره مستقبليه باش يمكن نحقق الاهداف ديالي. فلا نجاح لرجل المقاوله او فريق مقاول بدون استراتيجيات. ما يمكنش ندخل لواحد الدومين وماشي بلا ما عارفش فين ماشي، يعني ما عارفش الطريق، ما عنديش الجوجل ماب، ما عندي حتى شي حاجه، ما يمكنش نوصل. او لا غادي نبقى ندور في قوه الزناقي، زنقه لوحني الزنقه، غنوصل معطل بزاف على ناس اخرين. اذا خص يكون عندي الطريق ديالي واضحه في الاول، تنجتمع مع الفريق ديالي، ها الطريق اللي غادي ناخذه ان شاء الله، كما قلت بيان سور غنقدروا نلقحوها بشي حاجه على حسب الظروف والوقت وشنو غيطرا في وسط الطريق، ولكن واحد 70% 80% تتكون الطريق واضحه لنا باش نحققوا الاهداف ديالنا، لان الاهداف ديالنا كتكون معروفه. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه تيخص نكون اسبيرسيونيل، يعني واحد الانسان اللي عنده واحد كيفاش نسميوها انسبير لي زوتر، بارا تكون تانسبيرا انسبيري وناس اخرين، ماشي ماشي واحد اللي هو وصل يعني اخرين الشغف. فوالا انا غادي يكون موديل ديال شي واحد، تيكون تكون عندك شي واحد موديل ديالك اكزاكتومون. دونك انا نكون ملهم للناس اخرين، يعني انا كمقاول خص نكون ملهم، يعني وهذا ملي تنهضروا على هذا الشيء هذا ما تيطلبش منا باش اننا نجمع الناس ونبقى ندير واحد ديسكور اللي غيبان لهم راه ملهم، ولا لا تيجي من خلال واحد الاعمال تنديرها كل نهار، كل نهار نديرها تتبان باننا واحد الانسان تنلهمهم، لان الناس هذوك لي بيتي جيست عندهم واحد الامباكت كبر من انك تدير شي حاجه كبيره. ماشي بالضروره الا كنت مقاول ولا اي شخص بغى يخلي واحد البصمه انه يدير شي حاجه عجيبه، لا لا، الا كان شي واحد الحاجه اشغال تندير واحد العمل تنديرو كل نهار اي شويه تيولي كيخلي من بعد واحد البصمه كبيره. وهنا عده تجارب بينات هذا الشيء، حتى النجاح هو واحد الخطوه تنقولوا صغيره واعتياديه تنديروها كل نهار، وهذا الشيء راه معروف وتتعرفوا. لو بغيت نتعلم واحد اللغه لونجلي راه نقدر ناخذ ربع ساعه في النهار، وابري واحد السنتين ولا سنه كنلقى راسي بديت كنهضر. اذا واحد الخطوات صغيره نديرهم كل نهار حسن ما غادي ننقص، لان كاين شي نجاحات ما يمكنش ديرهم نيشان، ما يمكنش نوض مع الصباح ونبدا تنهضر بواحد اللغه، اذا خصني ضروري نقرا بشويه بشويه، يعني الخطوات الصغيره. كذلك هذا باش نكون ملهم للناس اخرين، ماشي بالضروره انني ندير شي حاجه خارقه، ولكن كل نهار نفكر في شنو هي الحاجه اللي نقدر نديرها اللي ربما هي صغيره وتتخلي واحد الصدى كبير عندي في الشركه، خصوصا الا كانت صغيره او لا متوسطه، واللي تتخلي الناس حتى هما كل واحد تيكون ملهم لشخص اخر،
وتبقى. وطبعا هذا الالهام هذا تيكون في جانبين، يقدر يكون واحد العامل بسيط يعطيك واحد الفكره اللي غادي تلهمك واللي بيسيو توصلها انت للناس الاخرين، لان انت هو اللي مسؤول عن الناس الاخرين وتتوصل لهم ديك الفكره، هو يوصلها ليك وانت توصلها للمجموعه اللي حيت في ذات الالهام ما كنحاولوش نديروا واحد المجهود باش نوصلوا للناس، هو الالهام كيجي من الانجازات اللي كنحققوا في النهار ديالنا وفي الكارير ديالنا وفي طول المده ديال الخدمه ديالنا ديال حياتنا ديال التجارب ديالنا، كيجي هذاك الامباكت ولا داك التاثير ديالنا على الناس كيجي من خلال التصرفات ديالنا، من خلال لا بيرسوناليتي ديالنا كيفاش كتكون الشخصيه ديالنا، ومن خلال هذوك العادات اللي كنديروهم كل نهار، داك الالتزامات ديالنا، داك الشغف ديالنا في الخدمه. بهذا الشيء حيت فاش كتكون انت اصلا ملهم لراسك غتقدر تكون ملهم للناس، اما الا درتي واحد ليفور كبير باش تقدر تبين للناس انا راه ملهم ليك خصك تاخذ مني، وكتبقى دير دي فيديو انا اليوم تصدقت بهذه وانا اليوم اعطيك لهذا، هذاك الشيء ماشي الهام، هذاك الشيء كتحاول تقنع راسك انك انت ملهم، كتحاول تصنع راسك واحد الكادر ديال الملهم، مي هذاك خطا حيت ما عمرها توصل للناس بديك الطريقه. الطريقه الوحيده باش تقدر توصل للناس هي انك تكون فعلا انت كتحس براسك انك ملهم لراسك، عاد باش تقدر تلهم الناس الاخرين. تماما، خص كتولي واحد العاده يوميه اللي تقاسمها مع الناس كاملين ومع الفريق. دائما في المقاولة خصنا دائما نتكلموا باسم الفريق، جامي ما نكون انا، لان ان فوا تتبين بان المقاولة ديالك او لا بداك المعنى اللي تنعيشوه بزاف في المغرب دا يغلي ذلك بزاف الشركات ما كينجحوش، لان تلقاو راسنا تتخدم مع الانا تتعطي الغرور، كيكون الغرور تماما، تتعطي الغرور ما كي بحال حنا ما كنشوفوش داك الطلع والهبوط ديال الانسان، ما كنشوفوش الناس ديما مطاشين بالريزولطا، ما كيشوفوش داك بحال دابا حنايا العقل ديالنا بحال كتكون دشنا بالافلام، كنشوفوا فيلم راه هي ستوري ديال 30 عام ولا 40 عام كيلخصوها في ساعتين، يعني بحال كتي في اللاوعي ديالنا كيسحبنا راه الحياه هي هذه، كتبان لنا الحياه راه زعما سهله بديك، يعني الا مشينا باش مثلا نفيلميو شي واحد شي اسطوره داز في التاريخ، نفيلميو الحياه ديالو نهار على نهار غادي نلقاوها ممله بواحد الدرجه. علاش؟ من حيت داك الديسيبلين باش كتعلم واحد الحاجه ولا كدير واحد الحاجه نهار على نهار راه ماشي سهله، راه ماشي تماما. يعني حنايا كنشوفوا الريزولطا، الناس كتبان لهم ديك الريزولطا كيبغيوك صافي، كتحيد لهم مثلا غادي من ا بي، كتحيد لهم تقول ليه سير من ا بي، الا حيدتي ليه بي كتحيد ليه الريزولطا ما يقدرش يكمل، الا بينتي ليه ها فين غادي تمشي ها فين غادي توصل غادي يكمل، واخا كتلقى تراجي كتلقاه كبير كتلقى كيكمل. تماما، بصح عندك سيفيزازي بصح عندك الحق معقول. دونك هنايا المقاول اللي بغى يكون مقاول خصو يفكر شنو هما الطرق اللي يستعمل باش يلهم الناس اللي معاه، باش يحمسهم، باش يخليهم دائما كما قلنا في البدايه الخمس سنوات الاولى ديال المقاوله بحال داك الدري الصغير، نوض الصباح تبدل لي كوش في الليل 100 مره غادي مرض غادي هذا، دونك هذه هي المقاوله تماما. دونك الناس اللي مزوجين راه يعرفون علاش تنهضر، اذا ديك الخمس سنين الاولى صعيبه بزاف المقاوله، ولكن ملي كتكون العائله كفريق يعني انت تنوض شويه ولا اخرين ينوض شويه في الليل وهذا، اذا داك التعاون وكتبين بانك فريق الاب والام وهذا، ففي المقاوله نفس تنقل نفس المنهج المقاوله، فالفريق كله كيحاول يهز معك داك الثقل وكل واحد يعطي واحد الدور ديالو كيسهل شويه داك لو شوك ولا داك لي مومون ديال السكوس الاولين في المقاوله كندوزوهم مزيان، ما كيكونش واحد المشكل كبير. وهنايا دائما نرجع المقاوله ما تيكونش المشكل دائما مادي، فغالبا في المقاولة الدراسات تتبين بان المشكل تيكون في الرأسمال البشري هو اللي تيكون المشكل، هادي تيبقى واحد البورسنتاج ولكن ماشي هو الغالب على المقاولة على النجاح ديال المقاولة خصوصا. بصح يعني نقدر نقول الانسان خصو انفيستي في راسو قبل ما انفيستي في المشروع ديالو، الا المايند سيت ديالك ضعيف راه واخا لحطينا جوج ديال الناس واحد مليون ومليون مليون باش يبداو البروجي ديالهم
والمايند سيت ديالهم مختلف. راه اللي عنده المايند سيت راه كيوصل، اللي ما عندوش المايند سيت واخا كتضوب ليه الفلوس ديالو مثلا ولا الكاش فلو ديالو مضوبل على 10 المرات راه غادي يخسر. طبعا يعني هنايا انفيستيو في راسنا قبل ما انفيستيو تماما هنايا غنعاود نرجع بان المقاوله ولا فهي عقليه، اتس مايند سيت، هي عقليه. إلا كنت أنا غادي نحل مثلا واحد الحانوت، ونرجع للإكزامبل اللي كنت عطيت في الأول، كنت حليت مكتبة، ففي الوقت اللي كنحل أنا المكتبة تنشوفها بأن غنكون واحد أكبر واحد مثلا في المغرب اللي يقدر اللي غادي يقدر مثلا يولي غروسيست، ومن بعد غنبقى نفرق في المغرب كله. يعني هذيك المكتبة تولي كواحد الجروب اللي يخدم فروع أخرى وهذا. باغكونتخ الناس اللي تيشوفوك من برا تيشوفو غير مكتبة غير داك المحل. إذا أنت كان عندك استراتيجية والإلهام للفريق ديالك وغاتتبعو ودي أنا راه ما حليتش هاد المكتبة باش فقط زعما نتوما تشوفوها كمكتبة، لا، حنا غنخدمو لأنها تولي واحد المجموعة ديال الفروع في عدة مدن في المغرب، وربما علاش لا غنوليو نديرو لامبوغ مباشرة بلاص ما نشريو من هنايا. دونك هنا الناس اللي يخدموا معك كيحسوا بواحد الحماس، لأن تيشوفوا بأن عندك استراتيجية وتتعطيهم واحد الإلهام بأن هاد الشيء اللي تخدموا فيه راه كبير راه صغير، ولكن من هنا واحد 5 سنين ولا عامين لأن تكون عندك استراتيجية واحد الوقت، فهنا تتكون ملهم وكتكون واضح في الأمور ديالك، وحتى الخدمة ديالك ملي كتكون كتخدم تتحس بدك الناس ديالك هادوك اللي غيهزوا غير السلعه يحطوها. ملي انت كنا عطينا ان اكزامبل ديرميرمون ديال داك الام تيريزا ملي دخلت لواحد المصنع هندي وتلقى واحد السيد تيصنع واحد البولون في واحد لا ماشين ديال لي بولون، ملي تتسول الاخرين تتقول واش تدير تنصوبوا البولونات، ملي تسول واحد السيد يقول تنصوبوا الطائرات، قالت له كيفاش تصنع في الطائرات، قال اه عرفتي هاد البولونات راه هما تيستعملوا في ديك الطائرات اللي تتسافري فيهم انتيا وهذا وهذا. اذا هاد الشخص اللي الهمو السيد المقاوله وكيشرح له بان احنا ما تنصوبوش البولونات ولكن تنصوبوا البولونات في ديك الطيار اللي كيطيروا، اذا عطاه هذيك الفكره وعطاه هذاك تيخدم بواحد الحماس. اذا الناس اللي تخدم معكم خصهم هذا الالهام هذا، يعني تتبينوا لهم الاستراتيجيه، وانتم ما تنظن ملي تديروا ان بروجي تتفكروا بان غتشوفوا فيه بعيد، ماشي غنحل واحد الحانوت مثلا، ميم نهضروا على حانوت ديال الساندويتش بوكاديوس، ملي نجي نحلو خص يكون عندي واحد الاستراتيجيه، مثلا من هنا عامين نقدر ندير جوج محلات هنا في المدينه، نقدر ندير في كازا، نقدر ندير في طنجة، نقدر. دونك هنا ملي تتقاسم مع الناس ديالك هذا النوع ديال الاستراتيجيات وديال الالهام، حتى الناس كيخدموا معاك. اه انت اليوم بديتي معايا مثلا الدارجه ديال بديتي كتخدم معايا في شويه، غدا تكون انصيفطك للمحل ملي نحلوه في كازا تكون انت هو المسؤول عليه. هاد السيد ملي يخدم معاك ما يخدمش معاك بديك الطريقه ديال واحد جبتيه خدام وصافي، ما تهضر معاه، ما تيهضر معاك، ما تتفهموش شنو تدير، ما تعطيه حتى شي ايدي على شنو ماجي في المستقبل وكيفاش انت تتفكر. اذا هذا هو النقاط ديال الالهام. صافي زعما حنايا ناقصنا بزاف زعما هذاك، حتى هذاك كما قلتي حنايا ضعاف شي شويه، المغاربه حنا ضعاف شي شويه فاش كننزلوا مثلا باش نهضروا مع شي واحد اللي كيكون فواحد البوزيسيون اللي كتكون اللي ماشي كبيره في الشركه ديالنا، كنحقروا حنايا المغاربه كنحقروا بزاف. يعني الا كتبان لهم بحال انت حماق ولا بحال انت بحال كدير شي حاجه ماشي هي هذيك، يعني كتلقى واحد الفرق، واحد الجاب ما بين واحد رئيس ديال واحد الشركه وغير الموظفين ديالو، يعني كتلقى واحد الفرق ما كتلقاش، كتلقاها بحال كتلقى الخوا، ما كاينش الكومينيكاسيون كاع، ولا كتلقى هذاك اللي كتلقاه شويه الفوق كتلقاه هذاك الغرور مسيطر، يعني ما كاينش والو. يعني حنا كمغاربه ناقصنا شويه، ناقصنا بزاف داك ال خصنا شويه نكونوا انسان في العمل ديالنا، ماشي غير صافي انا راه عندي واحد البوزيسيون راه كتعني بانني راني سوبيري عليك ولا احسن منك. على داكشي يعني خصنا كاملين نخدموا كاملين كفريق، ولا راه هذيك واخا كتلقى الشركه غادي تنجح، وانا كتنجح غير في المدى القريب، ما غاديش تنجح مثلا باش دير واحد استراتيجي باش تكون فرانشايز ولا تكون انترناسيونال، كتلقى واخا كتنجح وين ما كاينش واحد استراتيجي، ما كاينش واحد الساس اللي غادي تهز. يعني الا ما كنتيش نتايا، الا ما كانش داك الفريق ديالك
الفريق ديال كي ما كان ستابل ناسيونال راه ما عمره غادي يكون ستابل انترناسيونال كاع، راه ما يمكنش. شتي الفريق ديال كي ما كانش كيامن بنفس الفكره بنفس الدرجه ديالك انت ديال البروجي ما يمكنش يمشي بعيد. وهنا كيبقاو مشاكل كثيره سي فيزازي على مستوى المغرب. ايوب عرفتي شنو هي انك تلقى واحد السيد داير شركه ديال البني مثلا، عطيونا نموذج ديال شركه ديال البني. شركه ديال البني بقدر ما كتشوف داك لو فيد داك الفراغ ما بين في الكومينيكاسيون ما بين الباترون وما بين هذاك الشاف شونتي، ما بين هذاك السيد اللي كيبني، ما بين هذاك اللي كيجيب السلعه، ما بين لدرجه ان لونتربرونور ولا المقاول كيبقى مشغول غير بالمشاكل ديال هذا الشيء، لدرجه انه كيلقاو كيدوز العام ما كيديرش شي فالور اجوتي في البروجي ديالو نهائيا يعني. حيت ما كاينش واخا كتلقاها كتزيد بواحد كتلقاها غاديه بشويه يعني. الا كانت كومونيكاسيون من الفوق حتى لتحت يعني، الا كان شي مشكل لتحت ولا داك اللي الفوق نزل وكيهضر مع كل شيء بلا ما يحتاج واحد الوسيط، ما كان نقدروا نمشيو بواحد السرعه كبيره. وين للاسف زعما في المغرب نقص بزاف، نقص يعني فاش كتنزل ولا ماشي كتنزل، فاش كتكون داك فاش كتعامل ديك الانسانيه ديالك الناس ديالنا ما كيفهموهاش يعني. كيفاش نقدروا نحلوا هذا المشكل؟ هاد الميساج اللي غندوز اليوم ان شاء الله من خلال هاد الويبنير خصو يكون مفرح للناس اللي تيتبعونا بزاف. علاش هاد النقط اللي كنعطيو هاد الشيء دراسات اللي كما قلت نتقاسم معكم دراسات اللي قريناها حنا في جامعه هارفارد، وهي كما تعرفوا احسن جامعه في العالم. المفرح في هاد البريزونطاسيون ما غتشوفوش بان المقاول الناجح هو مول الشكاره ولا مول الفلوس. اذا دابا الان ما هضرناش بان باش تكون ناجح خص يكون انت هو مول الفلوس، ما هضرناش، مازال ما تكلمناش، ما قلناش بان باش تكون ناجح خص تكون عندك الدبلوم ديال هارفارد ولا. اذا ما غتلقاوش هنايا في هاد النقاط اللي غنعطي ما غتلقاوش المقاول الناجح هو اللي عنده الفلوس ولا اللي عنده شي دبلوم عالي ولا شي حاجه، دونك ما كاينينش. الو هذا خبر مفرح ديجا بان النجاح في المقاوله ما تطلبش مني نكون انا هو مول الفلوس. دايوغ شحال من واحد هو مول الفلوس تيخربها على راسو، لان ايفيكتيفمون كيما الهضره اللي قال سي ايوب ولا مدام ياسمينه بان انا مول الفلوس، انا هو اللي خص تسمعوا ليا، وانا خص يكون هذاك الفرق بين الناس برا ولا ميم لي ستارت اب في المغرب. بارمي لي كوز اللي يخليو لي ستارت اب ما ينجحوش وهو ان تيقول لك لا انا مول الفكره، انا هو اللي خصني نسير. اذا كاين فرق كبير ما بين انت مول الفكره ولا ما بين ديك لابليكاسيون انفورماتيك ولا ما بين اللوجيسيال اللي درتي وما بين المقاوله. تسير مقاوله كتطلب بزاف ديال المهارات اللي ما عندهمش علاقه فقط بواحد لابليكاسيون ديال التليفون ديفلوبيتيها او لا هي تسير الشخص الاشخاص الفريق، هي الالهام، هي الانوفيشن، هي الشخصيه القويه. هي تقدر دير لي ابليكاسيون في التليفون اي تو، ولكن الا ما عندكش شخصيه قويه ما تنجحش. الا ما كنتيش هيومن مع الناس ما تنجحش. الا ما كنتيش دونك بزاف ديال المهارات ما عندهمش علاقه انك انت هو مول الفلوس. دايوغ لي ستارت اب كيما قلت ملي تنجي نشوف واحد لي زيتود تنلقى من الشاب تيعرض هذاك المشروع ديالو ديال ستارت اب على شي مستثمرين مثلا في الخارج، تيبغيو ما يفينونسيو هذاك الستارت اب ولا المشروع، ما عندهمش مشكل. ولكن هذاك المستثمر تيقول لك غندخل معاك ب 50% مثلا ولا 60%. هذاك لو جون اللي جايب الفكره، واو واش انا جايب الفكره هو يدخل معايا ب 60%؟ باسكو تيقبلوا هذه القضيه هذه. وبالعكس ولا كيحاولوا يديروا واحد اللوبي على المستثمرين، داكور ما عنديش مشكل دخل معايا ب 60%، ولكن فقط لمده مثلا واحد 10 سنوات، بعد 10 سنين غادي نشري منك هذاك لي زاكسيون اللي بعث لك النهار الاول بواحد الثمن اللي هو من دابا غنتفقوا عليه. اذا هنا تنجلبوا المستثمرين للستارت اب اللي بغينا نديروها، وما عندناش مشكل واخا يكون هما مولين رؤوس الاموال، ما عندناش مشكل واخا نكون انا مول الفكره، ما عنديش مشكل. الور في المغرب مازال عندنا العقليه لا انا خص يكون عندي ديبلوم باش ندير مقاوله، ولا عندي ديبلوم مزيان راه تيعني بان غنجح وهادي غالطين فيها، ولا لا عندي الفلوس راه معناه ان غنجح وانا هو استغفر الله ربكم الاعلى. اذا اللي خصني نقولها في المقاوله نديروها، ما عندنا ما نديرو بفورت بيرسوناليتي بهادشي كامل، هادشي غير هضره، انا مول الفلوس انا غنديرو هادشي اللي. وهنا تنفشلوا واحد الفشل كبير بزاف. إذا مرة أخرى المقاولة، النجاح ديال المقاول المقاولة ما عندها علاقة لا بالرأس المال ولا بدايوغ. هادشي تنهضرو فيه وهو النجاح المقاولة والمقاول
وهادشي كامل ما كنلقاوش في البيلون ديال المقاوله. يعني الا جينا نديروا له واحد القيمه ماديه ما كنلقاوش، لان لاش ديتي البيلون ديال اي مقاوله كتلقى عندها ها لي موبيليزاسيون، ها شحال الكابيتال ديالها، شحال لي كريديت ديالها، شحال لي كريونس اكسيتيرا، ولكن ما عمرك ما تلقى هاد النقط اللي غنهضروا عليهم. وهاد النقط اللي ما كيبانوش في البيلون ديال المقاوله هما السبب النجاح ديال المقاوله. هادوك الارقام هادوك غير بحال قلتي النتيجه، ولكن المجهود اللي تيدار وداكشي كامل. كما قلنا قبيله داك الفيلم اللي غتصور لواحد الشخصيه ديال 40 عام كيديروا لك في واحد الساعه، اذا انت في البيلون كتشوف داك الساعه، ولكن داك التمارين اللي ضرب داك السيد باش يجيب لك هذيك الساعه وينجحها هي هادشي اللي تنهضروا عليه اليوم. واللي مره اخرى ما فيش راس المال وما فيش الدبلومات، اذا فيه حوايج اخرى اللي خصنا، فيه مهارات اللي ربي خلقنا بهم يعني ماشي صعاب، وعندنا مهارات اخرى اللي خصنا حنا نشتغلوا عليهم واحد شويه ونطوروهم. مهاره واحده اخرى وهي الكرياتيفيتي انوفيشن، يعني باش نكون مقاول ناجح خص يكون عندنا هذا لو سونس ديال الابتكار. والابتكار وهذا ماشي انه نجيب واحد السلعه جديده غنخلق شي نبتكر شي حاجه ولا سي با سا. نقدر يكون الابتكار غير في طريقه العمل، غير في الطريقه ديال كيفاش نتعامل مع الكليان ديالي، الطريقه باش نتعامل مع الناس ديالي. يعني الابتكار ولا الكرياتيف انوفيشن ما تتخش غير الحاجه اللي تنبيع بان خصني نصنع تليفون ولا نصنع سي با كو سا، لا لا، في الطريقه ديال الميكانيزم باش تدور المقاوله ديالي حتى هي خصني نكون دائما تنخترع فيها وتنكري فيها. يعني الا كنت غنبيع واحد السلعه لواحد الكليان فما خصنيش نكون داك مول الحانوت التقليدي تنتسنى هذاك الناس اللي تيدوزوا لهاد الحومه وما تيشريو من عندي 40 عام والكليان ديالي ما تيتبدلوش، هما داك الناس اللي في الحومه وتيحل حانوت اخر تنتقاسموا انا وياه وتنبقاو دائما. علاش؟ لان الطريقه هنايا ما كانش فيها واحد الكرياتيفيتي وانوفيشن، ماشي السلعه ولكن هو الطريقه باش تبيع. يعني بديت تنبيع شويه غندير ابليكاسيون غنبداو نبيعو بها، شويه من بعد ابليكاسيون خصني نفكر في حاجه اخرى، يعني تنبدل في الطريقه باش نبيع. اما السلعه هي ديما راه هي نفس السلعه تقريبا، ولكن الطريقه باش نوصل للكليان نخترع فيها، الطريقه كيفاش نتعامل مع الناس ديالي نكون عاوتاني فيها تنخترع، ولكن خصوصا التركيز على الزبائن اللي هما خصنا ديما نجيبوا لهم شي حاجه جديده، شي حاجه تفكروا ديما المثال ديال القهوه اللي كنت هضرت عليه اخر مره، داك الشوكولاته اللي تيحط لك مع هذه، شنو هي الحاجه اللي خص تزيد، شنو هي القيمه المضافه اللي خصنا نعطيو، هذه القيمه المضافه هي اللي خصني نخترع فيها ونكري فيها حوايج اخرين. اذا هنا لا خدينا الامثله العالميه مثلا، لا خدينا بحال ابل، دونك النهار الاول اخترع التليفون بدلوا السمارتفون، ابخي ملي اخترعوا السمارتفون اذا كان هاتف عادي تعيطوا هذا صوف زادوا لك فيه التاكتيل، من بعد فكروا بان خصك ديروا فيه دي زابليكاسيون، وليتي بغيتي تشوف حاله الطقس تدخل التليفون ديالك، وليتي اذا ولا يزيد لك واحد كرياتيفيتي انوفيشن في هذاك البرودوي نفسه، بغيتي تحل السياره ديالك منه شويه داروا كاميرا وليتي تشوف السيد اللي تهضر معاه شويه داروا، اذا في البرودوي ديالك وبقاو غاديين 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 شويه عاوتاني كيدرسوا الكليان ديالهم تيلقاو مثلا بان الزبائن ديال ابل ولات تتبغي تقيس ديك السلعه، يعني ما بقاتش ابل دير هذا ولا هذا وصافي، لا، اذا ولات الحاجه التقليديه اللي كانت من قبل وهي تبيع لك في المحل. اذا ولينا تنشوفوا محلات ديال ابل ولا سامسونج، دابا لما مشيتوا في كازا ولا في اي مدينه تلقى محل، اذا عاودوا رجعوا للطريقه الاساسيه، لان ملي داروا دراسات لقاو بان الكليان تيبغي يقيس داك التليفون والطابليت وهذا في وسط المحل يشوفهم قبل ما يشري. اذا ولاو ما بقاوش غير فيرتويال، رجعوا للطريقه الاولى، ولا لاحظتوا هذه تقريبا واحد 5 سنوات رجعت سامسونج وابل تتحل المحلات دي ستورز اللي الناس تمشي تقيس فيهم ديك السلعه، وهذه ما تشريتش ولكن تتكون عندها واحد التجربه سموها تجربه يعني عمليه مع ديك السلعه اللي غادي يشري. اذا هنا الناس تتحاول تبدل. نعطيكم مثال اخر، واخا وهذه الامثله واخا هي عاليه كيمكن نستعملوها في بروجي صغير بزاف، يعني ماشي نقولوا لا هذه ابل، لا، حنا نفكروا بالطريقه ديالنا في داك البروجي ديالي الصغير شنو يمكن لي، ما يمكنش ما كاين حتى شي حاجه ما دار امبوسيبل باش غير نحل حانوت ونبقى نبيع 40 عام وانا تنبيع بنفس الطريقه، سي امبوسيبل، ما يمكنش، من العقل ديالي ما خدامش حتى لهاد الدرجه. لا خدينا ستاربكس مثلا، ستاربكس هي اول شركه اللي جابت هذا الكونسيبت ديال القهوه، يعني في واحد الوقت ما كانوش القهاوي في السنوات القديمه بزاف، فالسيد اللي دار ستارت اب فكر بان الناس كانوا كيمشيو من الخدمه ديالهم الى العمل، فهاد السيد هذا فكر بان خص شي بلاصه اللي الناس ما تمشيش من الدار للخدمه فقط، وتكون شي بلاصه ما هي بحال الخدمه ما هي بحال الدار،
إذن هنا اخترع الكونسيبت ديال ستارباكس. لما مشيتو ستارباكس ماشي نفس الكونسيبت ديال القهاوي ديالنا. إذن فيها بحال حساس بحال في الدار كونيكسيون وتخدم وصالون وجالس مرتاح. إذن فيها واحد الكونسيبسيون. الوغ ملي داروها بداو تيدرسوا الزبائن ديالهم تيشوفوا بأن مثلا كل زبون ولا شتو ستارباكس خرجوا واحد الكونسيبت في ذاك الوقت قبل كاع ما نتولدوا حنا بان كل زبون طلبوا من لو سيرفور على الاقل يدوز معاه واحد 2 مينوت. يعني تتولي معاه ماشي انساني تتسولوه كي داير فلان وهذا وتدخل معاه. يعني هذه استراتيجيه ديال ستارباكس ذاك الوقت بان كل زبون دوز معاه على الاقل 2 دقائق. فلاحظوا بان مع الوقت بان فقط الناس الكبار في السن هما اللي ولاو تيجيو لستارباكس بينما الشباب مابقاوش كيجيو. علاش؟ لقاو بان الشباب ملي تيجيو لستارباكس كيضيعوا الوقت ما عندهمش. هما ما عندك تبقى تهضر معاه 2 دقائق هو ما عندوش الوقت. الوغ ستارباكس ناض ديك الساعه دوك لي زاباري ديال القهوه عاد اخترعوهم ديال التسجيل. بغيتي يهضر معاك سيرفور دونك خلاو من الناس الكبار والصغار داروا صوب قهوه ديالك بوحدك تعصرها ودوز شي بحال هكا الا بغيتي. اذا هنايا باش نعطيكم الفكره وهي الكرياتيفيتي ولا الابتكار خصنا نديروه في السيرفيس نديروه في شي حاجه. وتنفكر الا كنت كندير السيرفيس ديالي بواحد الطريقه هذا العام ما فيها باس العام الجاي نفكر نزيد شي حاجه نبدل شي حاجه. واخا الكونطوار ندورو مولي المحلات دي فوا وتمشي المحل عقلت عليه 30 عام ومني كنت صغير وجا ولادك وباقي نفس الكونطوار في نفس البلاصه نفس. فكيفاش بغيتي المشروع يمشي؟ واخا ندور غير الكونطوار واخا غير ما نعرف ندير شي حاجه نبدل الصباغه نبدل الباش نبدل ما نعرف جو سي با. المهم ليسونسييل الا فكرنا بعقلنا راه كاين ما يدار. ما غنقولش ما كاينش ما يدار وخصوصا ملي كدوز من جينيراسيون لجينيراسيون. يعني تنبدا الشباب تبارك الله الافكار موجوده فنحاولوا. والانسان اللي تيسافر لمدن اخرى ولا دول اخرى باش يشوف. انا ملي تنمشي في دي سيمينار ولا هذا الدول اخرى تنبقى نتسارى في الشارع وكنشوف اي حاجه كن والله الا هذه اللي دارت راه مزيانه في المغرب كنلقى شي حاجه بحال هكا. دونك الانسان كيستافد من التجارب اخرى. الحمد لله مع الانترنت دابا واخا ما تسافرش تدخل نفس البروجي في العالم تشوفوا الناس كيفاش كدير كيفاش تتصوب كيفاش تكوميرسياليزي الامور ديالها. اذا هنايا ما عندناش ديك الثقافه ديال زوق تبيع. اما ما عندناش واخا كتلقاهم كيزوقوا ولكن كيزوقوا من 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 الزاويه ديال نقولها عاوتاني ديال الغرور. يعني كي انفيستي يعني واحد البروجي فاش كي مثلا باش انفيستي فيه كي انفيستي بزاف ديال الفلوس على مثلا الكابس على هذه على هذه. يعني ما كاينش الذوق ما كاينش ديك البساطه وميم طون كتحل واحد المشكل. كتلقاهم كي انفيستيو غير في المظاهر وصافي. يعني كتلقى مثلا واحد ريستورون خاصني عليها زباله ديال الفلوس يعني الفلوس 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 واللي فاش كتمشي باش تدوق الماكله ديالهم ما كتلقى والو ما كتلقاش البرودوي. يعني كتلقاو كيخسر بزاف ديال الفلوس في الثانويه ما بين فين نخسروا الفلوس في الديكوراسيون ولا في المحل ولا في داك الشيء اللي كنشوفوا حنايا ولا في البرودوي ولا في البرودوي السيرفيس. حنا كنقولوا غير السيرفيس لا فالور ولا ديال داك لو برودوي خصنا ديفلوبيوها لا فالور ديالها القيمه ديالها من ناحيه ديال المعنويه طبعا كيفاش تاثر على الناس خصنا نبقاو ديفلوبيوها شاك فوا. يعني كل مره خصنا نجيبوا افكار جديده بحال دابا في قهوه ندير واحد البارتي اخرى الدراري الصغار يلعبوا فيها ولا ديال الناس اللي عندهم الخدمه بحال دابا حنا في الحسيمه مثلا ما كتلقاش هذيك لا بوسيبيليتي زعما تمشي تاخذ الكافي ديالك بوحدك وتمشي ترجع لخدمتك. نو كاينه هذيك القضيه ديال كتستنى السيد اللي خدام هو يجيب لك القهوه كتستنى واحد الوقت يدير لك داك الطاس ديالك باش تاخذ غوبور اونبورتي الى اخره. الوغ هاد ليدي هادي كامله كتعطينا انه حنا ما كنعطيوش القيمه لداكشي اللي كنديرو بطريقه صحيحه ولكن كنعطيو القيمه للفلوس اللي كنجمعوا. كيخصنا غير نجمعوا الفلوس من بعدها كتقدر تانفيستي شويه تشري الكراسه تشري الطوابل من بعد تزوق شويه الارض تزوق شويه الكيسان الى اخره. ولكن السيرفيس كتنسى فين انت كتنسى ملي كتلقى تدخل شويه الفلوس كتبقى تنسى. سي بور سي كتبقى مول الحانوت راه موالف هذيك 1000 درهم مثلا اللي كتجي فيكس الشهر موالفه وما يقدرش واحد يزولها ليه. سي بور سا كتلقى لي ليميت باللي فهضرنا عليهم داك النهار تلقى لي ليميت باللي كيقول عندك كي ريسكي بداك 1000 درهم صافي كتلقاه تيوصل بحال قلتي واحد الافكار عنده راه عنده الصف يعني كيوصل لهم وكيرجع يعني ما يقدرش يديباسي هذاك غنخسر لي كليون الا درت شي حاجه
الى في الوقت راه غادي راه غادي يقولوا عندي الفلوس هذو راه كامل كتلقاهم افكار الى مول الحانوت الى بينت راه غايقولوا راه عندي الفلوس وما يجيش يتخبى من عندي يعني خصني نبان ما عندي والو يعني كي هذه عادي هذه راه استراتيجيه كثار هذه راه كيستعمل لي موشن لي موشن راه كيكونوا كثار من الماركتين يعني لا اللي خصنا نعرفوا ان العالم تيتغير بزاف وهذا العالم ملي تيتغير بزاف يعني ما كاينش بوحدنا يعني غدا يكونوا عندنا واحد لي كونكيرون واحد المنافسين الا كنتي انت ما تشوفش المنافسين ديالك فهما راه كيشوفوك يعني كيدير واحد الدراسه على لي كليون على السوق على شنو اللي فيه ومولين الفلوس موجودين دونك كي فينونسي وبيان سور ويفوتك وهادشي هذا دونك ما نتاش فواحد العالم غير بوحدك عالم متغير اذا كل نهار بالعكس انا تنطلب من الشباب دايو غادي ديما نصيحه قبل ما تبدا المقاوله ديالك خص تكون عندك واحد 4 ولا 5 الافكار موجودين ديجا يلا تتبدا بالاولى دوز واحد 6 شهور دير الثانيه يعني استراتيجيه على المدى الطويل موجوده ما بقاش نتسنى حتى تيحل شي واحد اخر مول الحانوت اخر حدايا يبدا ينافسني عاد نبدا نجري انا شنو ندير هو صبغ ودار شي ديكور وفيترينات الزاج عاد انا تنوض ندير الالومنيوم بحالو وعاد تنتبعو وعاوتاني لحد السقف ديالي هو ندير بحالو يعني ما نقدرش حتى نفوتو شويه اذا هنا تنبقى غير تابع باغ كونط الحاجه المزيانه هو نكون سباق انا لذاك الكرياتيفيتي انا اللي هو اللي خصو يتبعني ماشي انا اللي نتبعو دائما ما كنكونوش حنا برو اكتيف كنكونوا ديما ديك رياكتيف يعني ديما حنا رياكتيف تماما كتلقى اللي كتلقى برو اكتيف كتلقى راه هذاك راه بحال كتي المايند سيت ديالو راه مزيان تماما الاغلبيه كتلقاهم كما قلتي فاش كيقول غادي ندير واحد البروجي كتلقى بحال كيقول يعني كي سي صحابو كيما قلتي راه الفلوس راه هما اللي كيحلوا المشاكل ولا هما اللي كيبداو داك البروجي قبل ما كيانفيستيش في راسو قبل ما يانفيستي في داك البروجي ديالو يعني خاص هذيك الثقافه ما عندناش بان راه خاصك تانفيستي في راسك يعني الانسان واخا واخا كيعرفها ولكن ما كيامنش بها راه ما كيامنش بها واخا كيكون اوكي راه عارف اوكي انا راه عارف راه فاهم وين راه كاين داك الفرق ما بين كتامن بواحد تتامن واحد الحاجه يعني كاينه فيك وشي حاجه راه غير ديجا عارفها وصافي يعني هذاك المعلومه راه اكزاكتومون لذلك انا تنظن هذا العالم الفرص فيه بزاف غير هو ملي تكون انت عندك الافكار فغالبا ديك الفرصه انت تقلب عليها وهي كتقلب عليك وهذه نقدر نقولها لكم من منطلق التجربه الشخصيه يعني بعض المرات غير تتفكر في شي حاجه وسبحان الله تلقى ديك الحاجه حتى هي غدا وكيوصلك شي ايميل في لو ميم سونس اللي انت كنتي غادي فيه ولا وتزيدك واحد الفكره كيزيد يطورها عليك ولا مي ليسونسييل ملي تفكر في واحد الحاجه ديجا غير تفكر فيها تلقى واحد البوزيتيفيتي دارت بيك واحد الحوايج ايجابيه اللي ولا تلقى مع واحد صاحبك غيهضر لك على نفس الحاجه ولا ربما في مشروع ديالو ماشي ديالك ولكن يمكن تستافد منها وتقول المشروع ديالي يمكن ندير نفس هاد الحاجه هذه كيكون انرجي هذاك الانرجي الا ما كانش فيه هذاك الانرجي راه ديما كنبقاو كن اتراكتيف للنيجاتيف انرجي الا ما كانش داك البوزيتيف انرجي ديالنا مزيان راه هذاك هو البدايه حنا كما كنقولوا تكل على الله يعني بالمغربيه يعني الا هذاك تكل على الله راه هي داك البوزيتيف انرجي داك البوزيتيف انرجي الا ما كنتيش انت بوزيتيف ما كاين والو اكزاكتلي الا ما كناش حنا بوزيتيف راه ما كاين والو يعني راه كاين داك الهاي اند راه هي اللي كتحكم في كل شيء يعني راه ما يمكنش حنا نكونوا نيجاتيف وغادي نتسناو داك الشيء اللي داير بينا غيكون بوزيتيف راه ما يمكنش اكزاكتلي يعني الا كانت شجره مسوسه ولا العروش ديالها مسوسين يعني راه كتلقى الجذوره ديالها هما اللي خصنا نطريطيو قبل ما يمكنش واحد الشجره مسوسه عندها العروشه ديالها ماشي هما هذوك غادي نمشيو نطريطيو مثلا العروشه خصنا نطريطيو الجذوره ديالها والجذوره ديالها هو الانرجي ديالنا الا ما كانش الانرجي بوزيتيف راه ما كاين حتى شي حاجه بالضبط
وهنايا مره اخرى ناكد بان هاد المعلومات اللي تقسموا على واحد المستوى عام شركات عالميه راه تطبق حتى في الحاجه الصغيره. يعني انا قلت لكم واخا في محل ديال الساندويتش وهاد الصوره اللي قدامكم تتعبر مزيان على لشنا هاد لي بياس باش تنشدوا الوراق. يكفي ان هذاك الصفره كاينه بلاص البويض كتم البويض. يعني الا مشيتي لي شي حومه وحليتي شي محل اللي موجود مول المحلات بحالك الا بدلتي الصباغه غير تنشوفوا التصويره كتبان داك الصفره تتجرنا اكثر من البويض. فهاد الصوره هذه بالضبط خص تبقى من بين نحل شي محل نفكر فيها وندير واحد الدراسه وخاص صغيره براتيك نشوف واش. مره اخرى هنا في الحومه عندنا مثلا كما قلت كاين شي قهاوي وحنا الكونسيبت عندنا القهوه خص تكون فيها التلفازات والماتشات جا واحد السيد دار واحد القهوه ما فيهاش تلفازه كريمه. راه واحد اخر كيقول لك لا ما درتش التلفازه ما يجوش الكليان والناس كيبغوا الماتشات. وهذيك القهوه عندها ديما عامره وديجا بلي فامي وزائد الناس اللي انتيليكتويال واحد شويه محامين اللي تيبغوا يخدموا محاسبين كتلقاهم عامره القهوه ديما داك الناس اللي ما كيبغيوش الصداع. يعني تيطلق لك واحد الاغاني دوس وتجلس ما باغين التلفازه لا والو عندهم ديما القهوه عامره. اذا هنايا غير تتبدل واحد شويه ودير واحد شويه كرياتيفيتي وتخرج من داك الجماعه اللي دايرين نفس الشيء تلقى راسك دائما كاين واحد المنتوج وكاين واحد لا كليونتيل اللي ديالك انت ماشي هي ديال الناس الاخرين. من حيث راه كترس يعني وحنا واخا كنقولوا مثلا ريستورون ولا قهوه ولاني شنو هما لي اودينس ديالك شنو شكون هما. حنايا في المغرب كما كنقولوا الاغلبيه ديالهم مطارغيتين الشباب صحاب الكره يعني هذاك الشيء علاش يعني كوبي كولي ما كتلقاهمش يعني الا جا هذا كما قلتي انتيليجون يعني مشى تارغيتا الناس اللي كيكونوا اللي كيبغي يدخل يرتاح مثلا القهوه ما فيهاش مثلا الكارو اكزومبل يعني شحال ديال لي نيش راه كاينين بزاف ديال لي نيش راه ماشي غير الكره اللي كاينه راه كاين اللي ما عندوش مع كره يعني واخا كنقولوا قهوه ان جينيرال ولكن هذيك القهوه شنو مطارغيتيه شنو هو النيش ديالك. الا ما كاينش النيش مطارغيتي راه يعني غادي تكون بحال الاخرين وصافي درتي قهوه درتي الكره اكزاكتومون صافي يعني راه يعني دونك هنايا مره اخرى تنتكلموا على المهارات اللي مازال تولدوش بهم ما تنتخلقوش بهم ولكن خصنا ننميوهم وخصنا اخر مهاره كانت هي انوفيشن يعني الابتكار. دونك لما كنت غنجيب افكار جديده لواحد المشروع يعني الا كنت غندير بغيت نكون مقاول ناجح غنبدا واحد المشروع وصافي ونخليه بحال هكاك بلا ما ان غادي تسد في ظرف واحد السنوات الا بقيت سنوات راه بزاف. اذا خصنا بديت واحد المشروع نكون عارف استراتيجيه على المدى البعيد كيفاش غادي تكون ودائما نكون متحرك مع الوقت لان الوقت تتبدل ولان كما قلت كاين الناس اللي عندها الفلوس اللي تتسنى غير تشوف شي مشروع ناجح وتجي تحط حداك دير نفس المشروع وتنافسك فيه والفلوس عندها هي موجوده انت المشكل عندك سمر ما عندهمش مشكل الفلوس اذا غيفوتوا. اذا هنا الافكار مهمه بزاف والافكار خصها تكون تتمشى ماشي الافكار اللي تتكون جامده ما تتبدلش. الو الصوره اللي حدانا تتبين لنا بان خص يكون واحد فوكس يعني واحد التركيز على الهدف ديالي النهار الاول. اذا ملي تنحل واحد المقاوله خصني نكون انا واحد الشخص اللي اوبليغاتوار نكون تنركز على الهدف ديالي ما عمري ما ننساه. يعني كنخدم كل نهار باش نوصل لهذاك الهدف وهذه طبعا حتى في الحياه الشخصيه راه يمكن نديروها. الا بغيت واحد الهدف في الحياه ديال الشخصيه شنو ما خدمت وشنو ما تكرفزت وشنو ما درت دائما تنتكرفس باش نوصل لواحد الهدف تنخدم باش نوصل لواحد الهدف اللي انا حاطه قبالتي وكل نهار تنشوفه. لذلك في الفيديوهات ديالي راه تنقول بان الهدف خصو يكون مكتوب باش كل نهار تتشوفه تتفكروا او دير خصني نوصل لهاد النقطه هذه. اذا تندوز لواحد النقطه اذا الصوره هنا تتشوفوا مزيان بان هاد المقاول راه واحد السيد اللي مكونسونطري على لوبجيكتيف ديالو كيلكو سوا المخاطر فين دايز وسط السماء ولا هذا ليسونسييل كتبقى انت مركز. الو الفريق ديال كله كتنقلوا نفس الفكره او دي حنا بغينا نوصلوا لهذا لوبجيكتيف ولهذا الهدف. اذا كلنا خصنا نبقاو مركزين عليه واخا يكون الظروف كما كانت ديال الاقتصاديه وهذا ولكن الهدف ديالنا خصنا نوصلوا ليه. اذا لا بغيتي تكون مقاول ناجح خصك ضروري تكون من الناس اللي كيركزوا على الهدف ديالهم اللي كيخدموا باش يوصلوا للهدف ديالهم في كل نهار تبقى مركز واي حاجه درتها راه هي باش نوصل لذاك المقاول ولدك الهدف ديالي. هنا الطلبه ديالنا ولا الناس تيتابعوا تنقول لهم نفس الحاجه الى
ما فيها بس لا خدمت في شي خدمة نبيع شي حاجة شنو ما كان الميكان نبيع جو سيبا الميكان مابقاش تتباع على بوك نبيع الميكان مثلا نبيع الجورنال تبيع ماشي مشكل من الهدف ديالك هو توصل تقرا وتوصل لواحد الدبلوم ولا توصل لواحد المقاولة ولا توصل هذوك الفلوس اللي غتشد غتصرفهم عليك باش تفورمي راسك باش توصل للهدف ديالك اذا الهدف ديالك ديما حداك فما فيها بس المقاولات دوز من واحد المراحل اللي هي صعيبة ويمكن دير حوايج اخرى ولكن الهدف الرئيسي راه دائما يكون عند الفريق بانه يوصل لواحد النقطة أساسية وصل وهذا من السمات ديال الناس اللي تنجحوا المقاول خاص يكون دائما واحد الانسان اللي هو تيبسط الامور الى اقصى درجه يعني ما غندخلوش في التعقيدات والمقاوله لا بالعكس هذاك الانسان اللي يحاول يوصل واحد الفكره بسيطه تتجر الناس وتتسهل عليهم باش يفهموك وباش يخدموا فيها الا جبتي واحد الفكره اللي هي صعيبه بزاف تيصعب على الناس باش يفهموك ومره اخرى نرجع للتجربه ديالي الشخصيه الاولى اللي خدمت مع ديك المقاول المغربي فبالحوايج اللي كانت تارتني عنده وهو ان مثلا انا في الفينونس وقاري الفينونس هو سيد ما جاش من العالم ديال الفينونس ما جا من سيد مقاول فملي كان كيجيب شي لوجيسيال جديد ديال الكونتابيتور الفينونس كيتعلمه هو كيجي يعلمه ليا انا اللي مخرج من 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 الفينونس يعني هو ما عندوش علاقه يعني انسان تيتعلم هو ويسامبليفي لك لي شوز ومن تتشوف بان انسان ما عندوش علاقه وتعلم وجاوع علموني كيسامبليفي شوز وميدوز داكشي فكره فكيدوز واحد الفكره اللي هي بسيطه ها فين بغينا نوصلوا شنو بغينا نديروا تتولي واحد الافكار بسيطه باش تفهمها حتى هذاك السيد اللي هو ما عندوش مستوى تعليمي كبير واللي مخدمو معك في المقاوله هو كيمشي معك في نفس النهج هنايا علاش سامبليفي لي شوز وعلاش نخدمو كفريق مرة أخرى ونسهلو الفريق ديالنا الخدمة ونشرحو ليهم مزيان لأن واحد الناس تيفهمو بأن الناس اللي خدامين معاهم خصهم غير يطبقو أو اللي تيهمهم هما يخدمو على الاستراتيجيات وعلى في المكاتب ديالهم ولكن ما تيشوفوش الناس ديالهم كيفاش خدامين فمن خلال التجارب ديالي اللي عشت في ميتيو ناسيونال شنو تلقى تلقى مثلا ميتيو ناسيونال في ميريكان ولا في المانيا الاستراتيجي مزيان والهضره مزيانه و تيصيفطوا لك داكشي اللي خصو يطبق هنا في المغرب مزيان داكشي بزاف وكلشي ولكن ملي كتجي كتلقى هذاك السيد اللي لو ستوندار ولا ستونداريست ما تتهضرش مع الكليان مزيان يعني اول واحد يستقبل المكالمات كترضخ عليه التليفون ولا سيدي ما تبقاش تسولنا صافي راه جاوبناك الصباح دونك هاد الطريقه هادي تضرب لك ماشي لي كليون في الزيرو تضرب لك ماشي استراتيجيه ديك الفلوس الكبيره اللي كتخسر في هذه المقاولات العالميه تجي حتى لواحد السيد يعني متعلقه متعلقه حتى بالستاندارست خصها تزلو مزيان وخصو تحمسو مزيان وتلهمو مزيان وتسامبليفي لي شوز مزيان باش يفهم بان ديك الخدمه ديالو مهمه للمقاوله راه يقدر يكون مهم حتى منك انت اللي مدير المقاوله لان هذاك لما استقبلش لك الكليون مزيان في التليفون غادي يخرج لك على ديك الخدمه ديال كلها اللي كدير اذا هنايا خصنا نسامبليفيو لي شوز وخصنا نعطيو لكل هاد النقاط هادو كل نقطة نعطيوها الحق ديالها ونفكروا فيها مزيان وغادي نلقاوها بأن شي حاجة اللي مهمة لأن مرة أخرى ما معنى المقاولة وهي تتخدم لواحد الكليان لأن لما عندكش زبناء فما ما تحتاج تحل المقاولة ديالك لأن هما اللي تيخلصوك هما اللي تيخلصو هادوك الناس ديالك هما اللي تمشي للفارماسيان مره اخرى تبغي تشري الدواء سي هذاك الكليان ديالك هو اللي يخلص لك الدواء ملي تتسافر مع وليداتك راه هذاك الكليان هو اللي عطاك باش تسافر اذا شي كلشي خصنا نفكروا فيه هذا هو العقليه اللي خص تكون عندنا خص تكون عندنا عقليه في اتجاه الكليان وباش تكون في اتجاه الكليان خصنا نسامبليفيو الناس ديالنا لي شوز ونكونوا مع الفريق ككل ونعرفوا بان اصغر واحد في المقاوله مهم بزاف لينا ونعطيوه حتى هو القيمه ديالو ونحاولوا نفهموه ما فيها باس فواحد مرة نعيطوا الناس كاملين نفهموهم ونسامبليفيو لي شوز وهنا سامبليفاي تنهضروا تحت الخدمه اللي نقدموا للزبناء ولا البرودوي اللي نعطيو للزبناء حتى هو يكون سامبل وسامبليفاي ماجيه من كذلك المقاولات الناجحه هما اللي دايرين لي زابليكاسيون دابا في الهواتف يعني تنسهل عليك الاقصى حاجه بغيتي تخرج تمشي تقدم ما تحتاجش تدخل زيت التليفون ديالك وفي لابليكاسيون ودير لا كوموند اذا سامبليفاي تنسامبليفيو يعني تنبسطوا الامور الى اقصى درجه اذا ملي بغي ندير واحد الخدمه نحاول نفكر بان ديك الخدمه اللي نقدمها للزبون ديالي نسهلها ليه الى ابسط درجه بحيث غير يكليكي ويدوز لا كوموند وتجي الخدمه ما نحاولش ندير له شي خدمه اللي خصو يدخل ويكتب وهذا باش يدير واحد البوند كوموند ولا شي حاجه اذا خصني نحاول نفكر كيفاش نسهل الحياه على الزبناء وعلى الناس اللي خدامين معايا هذه نقطه هي مهمه
حيت سينتيزي باش كنقولوا مثلا سامبليفاي شي حاجه يعني راه المقاول هو كيحل المشاكل. يعني انت حليتي واحد المشكل راه ماشي باش تعطي واحد السيرفيس اللي هو معقد. يعني راه هذا هو يعني حنا لي زونتربرونور كيقلبوا على المشكل باش كيحلوه تماما. يعني ما يمكنش انت غتلقى هذاك المشكل وغادي تعطي السيرفيس يكون معقد. يعني ما يعني راه لوجيك ما كاينش لوجيك. تماما. اذا هنايا النقطه الاخرى وهي خصني نكون تفكير متجه الى الزبناء. وهنا ديما تنهضروا عليها، هضرنا فيها المره الفايته مالوريزمون، هذا الشيء بالاحصائيات ويمكن لكم نتوما تشوفوا في المغرب عندنا ديك العقليه ديال ان لا عندي الفلوس راه غندير شركه، ولا عندي ديبلوم غندير شركه. وهذه العقليه هي تتهرس نجاح الشركه. نجاح الشركه لا شوف الولايات المتحده ولا ميم في الصين دابا ولا في اي بلاصه مرتبط بالزبناء. صافي كلمه واحده باش ما نلقاوش مره اخرى، الزبون هو اللي كيخلص على واحد السيرفيس ولا واحد البروداكت اللي خصنا نعطيوه ليه ويكون مزيان ويكون فيه واحد الكرياتيفيتي وفيه بسيط الطريقه باش ياخذوا اكسترا اكسترا. هذه قوله ديال ستيف جوبز، يقول لك بوت ذا برودكت بيفور بروفيت. يعني خص قبل ما نفكر في الربح نفكر في الزبون، لان الزبون هو اللي غيجيب الربح جاي في الاخر. الا كان الزبون ديالك غيكون قابل للخدمه اللي عطيتيه فغادي يجي. إذا في ظل واحد العالم بالمنافسة خصني نعود ورجعوا لك لافالور اجوتي ولا الكرياتيفيتي اللي خصنا نديروا ليه. ديما من بغي نعطي واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس واحد الخدمة غنقدمها في واحد المجتمع من خلال المقاولة ديالي، نفكر شنو هي القيمة المضافة اللي نعطي الزبون ديالي، واللي غالبا تتكون فابور ما غاديش يعني هي غير تزيدها، ما تطلبش لك حتى الفلوس. تقدر تكون ابتسامة، يطلبي من هذوك الناس اللي تيبيعوا للزبناء يضحكوا، ما غادي ما تخلص حتى شي حاجه، ما فيهاش بالضروره واحد تكلفه ماليه. يعني غتفرض عليهم، او لا كاينه شركه مثلا في سنغافور ديال سيت برودكت اللي تيبيعوا مثلا، فما تيخرج الزبون الا تيقولوا ليه الا خرجتي فرحان يعني عجبتك الخدمه ديالنا، دايرين واحد الجرس كبير في الباب ديال داك هذا ديال داك المحلات. يعني ملي تخرج تطلبوا منك الله يرحم باك الا كنتي فرحان وعجبتك الخدمه ديالك، ملي تخرج حرك هذاك الجرس، داك الجرس كيتسمع في ديك الزنقه كامله ولا الشارع. يعني داك الناس اللي خدامين في داك الشارع كامل ملي تسمعوه تيعرفوا راه الزبون. اذا لا بقاو يسمعوه النهار كامل غيقولوا داك الشركه تبارك الله الزبناء كلهم تيخرجوا فرحانين وغادي يمشيو. اذا الفكره اللي ما تطلبش فلوس، ماشي بالضروره واحد الانفستيسمون واحد، انا كما قلت لكم في ابتسامه جو سي با شوكولاتا جو سي با سا ديبون ديال الخدمه اللي تتقدموا. ولكن اهم حاجه ما نقدمش خدمه حرفيه، هذا هو اللي بغيت الميساج نوصل. نحاول نخدم عقلي في اي مشروع، غادي ندور نشوف داك المنافسين شنو تيديروا ونزيد واحد شويه ولا بزاف ولا على حسب الافكار اللي عندي، ونستنشر شنو الفكره نقدر نزيد. نقدر نشوف فكره في دومين اخر ونجيبها لهذاك الدومين ديالي نبدلها شويه وتولي حتى هي خدامه مزيان. وهذا اذا هنا تنعطي للزبناء واحد الخدمه اللي يمكن يعني تعجبهم بزاف. مثلا احنا ملي كنت في المكتبه كان ملي تندرس تنلقى شنو المشكل ديال مثلا وقت الدخول المدرسي، تتلقى الزحام وداك الوالدين مساكن معصبين في باب المكتبه. شنو وليت تعطيني ورقتك ومني ترجع في العشيه تلقى الميكا ديالك مجموعه فيها كل شيء وحسابك صافي. غير هذه بوحدها يعني ما غتكلفني انا حتى شي حاجه، بالعكس تعطيني الوقت نخدم وسط النهار على خاطري حتى انا والدراري اللي معايا يجمعوا المكتوبه ديالهم في الليل. داك السيد كيفاش كيمشي فرحان ما تعصب ما وقف ما، وتعطيني الوقت لا ما عنديش حتى شي كتاب كنمشي نجيبو له من جهه اخرى ونشريه له ونبيعو له بنفس الثمن ماشي مشكل، مي ليسونسييل انه غيدي من عندي. اذا تنظن داك الشخص ما عمره ما غيبدلك. ابري فكرنا مثلا نقدروا نوصلوا حتى للدار، نوصلوا لهم هاد الكتوبه حتى للدار دي غير ما يقولش لا لان هنيتيه من واحد المشقه اخرى. دونك ماشي المشكل بان الزبون ما بغاش يخلص ولا ما طالبش الخدمه ديالك، ولكن المشكل فينا حنا ملي تنبغي نخلقوا المقاوله خصنا نفكروا شنو هي القيمه المضافه ولا بزاف ديال القيمه المضافه اللي كاينه اللي نقدروا نعطيو الزبناء ديالنا كل واحد في الدومين ديالو. وهذا الشيء هذا مره اخرى كيجي من البيت. يمكن نبداو من البيت نشوفوا حنا بيناتنا في العائله والمجتمع حنا ماشيين. يعني تتولي شي حاجه اللي هي عادية، ما يمكنش تبيع شي حاجة ولا تعطي شي حاجة غير لا بغيتي تقولي جواب الأستاذ. تتعرفوا بأن ولا الأستاذ بغي يسول التلميذ كاين عدة طرق، تتولي تدير ديك القيمة المضافة ديالك، والطريقة باش تقولها راه ماشي نفس الطريقة اللي تقولها واحد الشخص آخر، وتتولي قيمة مضافة وتتولي أنت مقبول عند الأستاذ ولا هذا. ولكن أنت الحاجة اللي
من خلال التجربه ديالي ايضا لا في الغرب ولا في الشرق ولا في الدول اللي قريت فيها ولا سافرت لها، ان احنا في المغرب تيتسحبنا داكشي عندك الناس هكاك وما احسن منا لانهم هما هكاك تخلقوا، هذاك الشيء كيتخدم، ما كاينش حاجه مخلوقه غير هكاك. هذا هو اكبر من الناس الشباب تيتسحبوا من داك الناس، راه منين تولدوا حنا تولدنا مكلخين اونتر بارونتيز، وهما تولدوا عباقره وتولدوا منظمين وتولدوا كل شيء تيتعلموه، ما تيخليو حتى شي حاجه لحد هكاك، كل شيء مخدوم. يعني واحد الانسان تما تيضحك لك راه ما تيضحكلكش طبيعي، هما طالبين منه من يدخل الزبون الضحك، ما غاتضحكش غادي تمشي بحالاتك صافي، لان الاستراتيجيه ديال الشركه هكا دايره، حنا الزبون ديالنا خصو يخرج راضي. ومنين يمشي عطيت لكم لوتر فوا ديال بيتزا الاسبانيه اللي كانت خلقات ايضا، بحيث قلت لك هي تجيتي ملي تيمشي ولدك يشري من الكونطوار تياخذ له غير لا دات انيفيرسير ديالو، في الانيفيرسير تيصيفط ليه البيتزا للدار صافي. اذا عرف بان ولدك ما عمره ما يتفارق مع ديك البيتزا، غيولي كليان انت براسك غتولي كليان ديال هذيك البيتزا. اذا دي جيست اللي نقدروا نديروهم او لا دي شوز اللي هما مدروسين، ماشي تيجيو هكاك، ولكن دراسه وتدرس الزبناء ديالك وتجيب هذه الافكار هذو. اذا نحاولوا، وهنا كما قلنا الناس كتبنا بزاف ديال ريزارتيك، الشركات اللي بداو في كراج يعني ماشي بالضروره غنبداو كبار، ولكن استراتيجيات تكون بعيده المدى باش نكونوا واحد الشركه كبيره وقوي اللي ناجح. اذا مقاول ناجح كيكون شي واحد اللي خص تكون عنده سكون ابير اللي تنسميوها سكاي فيو، خص تكون عنده النظره من الفوق من السماء، بحال شي واحد بغى يشوف الارض خصو يطلع للسماء تيشوف كلشي، تشوف الجبال تشوف البحورات تشوف، وفي نفس الوقت خص يشوف حتى الكروات ديال الباطو، يعني يكون عنده النظره ديال الديتايل. يعني ملي نكون مقاول خص يكون عندي تندخل في الديتايل، علاش الكونطوار ما ممسوحش، علاش كاينه الغبره هنا، علاش، وفي نفس الوقت عندي استراتيجيه على المدى الكبير بانني باغي نكون في المغرب كامل ولا باغي نبدا نصدر لافريقيا ولا باغي. اذا هذا الشيء ما تيمنعش داك النظره الكبيره باش ما ندخلش في واحد الديتاي صغير. اذا لا كنتي مقاول خص دائما تحرص على داك الديتاي الصغير، او لا ديليغي هذه الخدمه لشي واحد اخر، مي ليسونسييل خص يبان الحرص ديال المقاول على شي حاجه صغيره حتى هي، ماشي نقول لا راه حقاير الغبره هذيك، انا راه وليت دابا مدير كبير ما خصنيش ندخل في داكشي، على الاقل نعطي شي واحد هاد لا ديليغاسيون باش يخدم هاد الخدمه. اذا واحد المقاول دائما كيخص يكون عنده نظره للحوايج الصغار تيهتم بها، وتيهتم بالنظره الكبيره على الشركه كيفاش دايره وعلى الامور الكبيره بزاف ديال الشركه. اذا بغيت نكون مقاول ضروري نكون من هاد النوع هذا باش نكون مقاول ناجح، ما غاديش ناخذ الحوايج الكبار نخلي الصغار، ولا نهتم بالصغير وننسى النظره الكبيره ديالي بزاف، لان تتعرفوا ملي تشوف من الفوق تشوف مزيان، وملي تشوف غير في واحد البلاصه ما تشوفش، ما تكونش عندك الصوره واضحه، اذا حتى الحكم ديالك ما تيكونش مزيان. اذا خص يكون عندي الاشياء بجوج بهم كما قلنا قبيله، نكون في الملعب ونكون ايضا من المتفرجين الفوق باش تيبان لي كل شيء كيفاش كيلعب. هنا مرة أخرى خص نشجع موتيفي الناس ديالي، إلا خص نكون من الناس اللي تيموتيفيو الناس، حتى الموتيفيو والموتيفيشن باش الناس ما تخلعش، ما تتكونش دائما مادية، ماشي بالضرورة نزيدك في السالير ولا نعطي بريم للناس اللي خدامين معايا باش يمكن لي نموتيفيهم ويمكن نحمسهم باش يشتغلوا معايا. حتى هنايا خص نكون كاينة الانوفيشن والكرياتيفيتي، كيفاش نحمس الناس ديالي. وهنا الدراسات اللي دارت في الجامعات العالمية أو في الشركات الكبار تتبين بأن ماشي دائما المادة أو الفلوس هما تيشجعوا الناس باش يخدموا باش يتجو أكثر. فهنا تتبقى أنت كرب ديال المقاولة كتشوف كل واحد، تتولي أنت كتفهم الناس ديالك كل واحد شنو الطريقة باش تشجعوا. مرة أخرى كاين اللي كيشجعوا إلا قلتي لي صباح الخير، في الناس اللي خدامين معاك وهتميتي به صباح الخير وتسولوا على وليداتو واش نجح ولدك في الباك واش غيدوز واش كذا، غير هذه تتشجعوا. كاين اللي ما تيتشجعش الا بالفلوس، هذاك حتى هو خصك تلقى ليه كيفاش تعطي شويه ديال الفلوس باش تشجعوا من الناحيه الماديه. كاين اذا كل واحد انت كرب المقاوله من خلال المعايشه ديالك مع الناس كتبدا تفهمهم كيفاش تيتشجع وتتبقى تخدم بهذا الشيء هذا، لان الناس كلها خص ما تفقدش داك الحماس ديالها خلال الحياه ديال المقاوله. وهنا كما قلنا سي اوكا باركا مالوغوزمون خدمه خصها دار بحال هكا، كما قلت ماشي الفلوس كتشجع الناس كاملين وماشي الهضره المزيانه كتشجع الناس كاملين، اذا خص كل واحد كيفاش دير له الامور ديالو. وبيان سيغ الحاجه المهمه وهي ان ما كاينش حاجه من دون مقابل،
اذا تشجع بالمقابل ايضا، يعني حتى الناس تولي عارفه بحال الدراري الصغار. اذا ولدك تقول لا درتي هذه، لا مسحتي الطابله مع ماماك، راه غادي نخرجك مثلا النهار كذا. اذا هنا تتشجعوا وتعرف بان ما كاينش شي حاجه بدون مقابل غير هكا كتولي كذلك الناس. اذا لا بغيتي مقابل خصك تنسات تموتيفي معايا في واحد الحاجه، وخصك تخدم معايا واحد الحاجه. الا وصلنا لهاد رقم المعاملات راه غادي نديروا هاد جو سي با، كاين اللي تخرجوا مرحلات اذا هاد التشجيع خصو يدا. ودائما كنأكد بان المقاول خصو يكون واحد الرجل اللي رجل ثقال اللي تيبقى في الوعد ديالو. يعني ما غاديش نشجع الناس ويوصلوا معايا لواحد النتيجه وفي الاخر نقول لهم راه نخوي بهم. اذا هنا خص ما خصناش عاوتاني ما خصناش نعتمدوا على القضيه ديال اننا نموتيفي ولا اننا نحفزوا الناس اللي معنا خدامين، ولا حتى داك ولادنا الصغار نحفزوهم ديما بواحد انك كتعطيه واحد كتعطيه شي حاجه ماديه ولا مقابل، واحد مقابل مادي محض. هو مزيان موتيفيو الناس ونقول، وبحال دابا انا عندي شركه ولا لا بغيت ناسس معايا ناس غادي يخدموا، مزيان نقول لهم انه راه الا نجحت هذه الشركه راح حتى نتوما غتنجحوا، غادي يطلع لكم الصالير ديالكم مزيان، غادي تولوا نتوما فواحد النيفو مزيان ديال الحياه، غادي تقدروا تكونوا مرتاحين ماديا مع وليداتكم الى اخره. ما خصناش نبقاو هذه القضيه حيت بزاف الناس كياخذوها بزاف وكيبداو يعطيو الناس وعود بالمقابل، من بعدها ملي كيخويو بهم هذاك السيد كيجي وما كيفكرش نهائيا بشي حاجه زي المشروع ديالك، كينوض يخرج بحالو. هنا كيهرس كتولي البدايه ديال داك التهراس ديال لا سوسيتي ديال داك السيرفيس ديال داك لا برودكسيون اللي عندك ديال كلشي، لانك من الاول بديتي غلط، بديتي كتحفز وكتعطي وعود كاذبه، وعود ماديه بالخصوص، لان حنايا خصوصا حنا نهضروا على لا سوسيتي ديالنا ماروكين اللي هي ماشي عندها بزاف ديال لا مونتاليتي ديالنا فيها بزاف ديال المكونات وديال العادات وديال الافكار وديال هذا اللي متشبتين بها بشكل كبير. ومن بينها هي انك تحفز واحد اخر باش تعطيه شي حاجه باش يدير لك شي سيرفيس مزيان ولا يدير لك شي خدمه مزيان. وهكا كنديروا لولادنا، ما كنخليوهمش يعطيو القيمه ديال داكشي اللي كيديروا لان هما باغيين يديروا، ماشي تنعطيك انت تكون باغي دير باش توصل لشي حاجه الون تيرم، باش توصل لشي حاجه ماشي ضروري ماديه ولكن تقدر تكون معنويه وتبدل بها حياتك. مي ماشي مرحليه، ماشي ديال ساعه ولا ديال نهار ولا ديال جوج سيمانات ولا ديال شهر، لان غير يسالي لك داك السيرفيس، غير يسالي لك داكشي اللي كيدير غادي يكمل، ما يبداش يخدم بنفس الكاليتي في لي سيرفيس اخرين اللي ماجين، غادي يحتاج منك تحفيز اخر، يحتاج منك مقابل اخر، وغادي تبقى هكا وما عمرك غتسالي. هذيك كتكون رشوه، يعني كيكون الفرق ما بين يعني واحد تحفيز واحد موتيفاسيون باستراتيجي، يعني كيكون داخل فيها الديسيبلين، والفرق ما بين يعني كتكون هي رشوه، يعني خصك كتعطي باش يدير لك واحد السيرفيس، يعني كيكون واحد الفرق ديال بيناتهم ما بينش حنا المغاربه. هذا هو الغلط اللي كنديروا، يعني فاش كنعطيو مثلا شي واحد باش يقدر يعمل واحد السيرفيس باش نعطيو كنقولوا حنا قهوه، يعني كاين الفرق اللي كاين واحد الفرق ما كيبانش كاع، يعني كاين اللي كيحسبوا رشوه، كاين اللي كيحسبوا يعني غير موتيفيتي باش يدير لك واحد السيرفيس. يعني موتيفاسيون بلا ديسيبلين كتولي رشوه 100%، يعني كتولي رشوه، يعني هذيك الرشوه بحال كتي ديك لا دوز ديالها كتكون دغيا كتموت قليله، دغيا يعني بحال ديك لا دوز بحال لا دروك، يعني لا غتلين غادي يطلب لك عاوتاني خصك تعطي الفلوس باش يدير لك واحد السيرفيس. اون فوا كيولي اون فوا الا بدلتي هذيك موتيفاسيون زدتي عليها الديسيبلين ولا واحد الديسيبلين وهي نقدروا نزيدوا ليها يعني واحد نزيدوا ليها مثلا من هنايا مثلا الا كنتي نخدموا كاملين راه من الى نجحت شركه ولا نجحت الى نجحتي في هذا الامتحان هذا غادي نعطيك هذه، يعني كيكون ديسيبلين، يعني مزيان داك صحي. الا كان غير كتعطي الفلوس باش تموتيفي كيولي رشوه، يعني رشوه ماشي صحيه. طبعا كاين فقط انا واحد البريسيزيون اللي هي واحد الديتاي اللي هو مزيان كموتيفيشن ولا داك البونص اللي تنعطيو للناس، فعلى واحد ليكسترا تيديروه،
يعني ماشي على واحد الحاجه اللي هو خصو يقوم بها، يعني ما نعطيش شي حاجه اللي هو خصها تكون داخله في داك الشيء خصو يقوم به، فهذاك ياخذ عليه السالير ديالو ولا مثلا ولادنا في العائله، بيان سيغ راه خصو يدير واحد الحاجه خصو يديرها لكن داخله في النطاق ديال الامور اللي خصها دار. ولكن الا دار واحد ليكسبلوا مثلا الا قلنا عندنا دي كوميرسيو، لا قلتي لي لو وصلتي لواحد رقم المعاملات مثلا ديال 100 ميلي غرام هذه خدمتك، هذه كتخلص عليها. ولكن الا مشات جاب لك 300 ميل ثلاثه د المرات داكشي اللي طلبتي منه، اذا هنا خصك تموتيفي ضروري باش يولي ديما يجيب لك، يوليو يديروا اكثر من المطلوب. مبيعات حتى كتخلص عليكم بحال قلتي راه عندك واحد السالير فيكس فوالا، ولا وصلتي لهاد القيمه ديال المبيعات راه عندك داك الديفيدن ديالك. اكزاكتو هنايا هنا تجينا الفكره ديال الشركات اليابانيه يديروها، وهي تيدخلوا الناس اكسيونير معهم في الشركه. يعني تتقول له مثلا خصوصا اذا شفنا هنا في المغرب كاين مثلا بلا ما ندير اشهار المهم كاين كابيني معروف ديال المحاسبه مثلا، من بعد واحد العدد السنوات وتتوصل لواحد الكراد تيدخلوك تعطوك مثلا واحد 5 ديزاكسيون ولا في الشركه، تتولي انت تتحس راسك بان ما بقيتيش موظف وليتي مقاول. يعني في كل ما كتزاد في لونسيانتي تتزادك العدد ديال لي زاكسيون، وكل ما كتقرب من الروتريت تتلقى راسك بانك وليتي مقاول من غير السالير ديالك، دونك تاخذ لي ديفيدوند وتاخذ، دونك تتحس راسك بان الشركه ولات ديالك. وحتى انا بغيتي تمشي هذه بيان سيو داروها باش يقبطوا الناس القدام ديالهم، باش ما تاخذش واحد السنوات تجربه تمشي تحل ربما الشركه ديالك ربما مشى المنافسين، فتيجعلوك بانك انت تاخذ لي زاكسيون في المقاوله اليابانيه وتتولي واحد تحسب راسك بان ما يمكنش تخلي الشركه ديالك وتمشي. وحنا كان سبق لي بان عرضت انا على اشخاص من عندهم باش يجيو يشتغلوا معنا ورفضوا، لان هاد لي كونديسيون هادو ما يلقاهمش في جهه اخرى في شركات مغربيه مثلا، ما يمكنش دخلك مع اكسيونير. فهاد الشركات اليابانيين اذا عندهم هاد الموتيفيشن بهذه الطريقه هذه، فاي مقاول خص يفكر كيفاش الموتيفي الناس. ونرجعوا نقولها دائما سي با فورسيمون المادي، الجانب المادي. فحتى الناس راه كاين الناس خدامين معاك كما قلت لا سولتيها على ضحكتيني في وجهه، فتا هي راه شي حاجه مزيانه. الى خديت المثال مثلا اللي تندير انا سواء في الفريق اللي كان كيشتغل معايا دائما، فمثلا انا من الناس اللي تندخل مع الصباح تنسلم على الشركه كلها، يعني كل الشركه كلها ماشي غير الديبارتمون ديالي انا فين تنخدم، تنسلم على الناس تندوز على الناس الشركه كلها يدا بيد، كنسلم عليهم كاملين واخا يكونوا شحال ما كانوا. تنهضروا على شركه فيها 100 ديال الاشخاص، علاش؟ بس واخا كيكون عندي مشكل مع شي واحد بحال ملي تندخل مع الصباح تنقول بحال تنوصلوا الميساج راه فتحنا صفحه جديده، يعني تندوز السلام عليكم يد بيد مع الناس كاملين. ما غتاخذ منك واحد 10 دقائق تبقى ساليتي 100 واحد، ولكن غادي ديرها الناس كلهم تيحسوا بان هذا الشخص هذا كيدوز واحد الميساج وتيدوز واحد الانرجي معاه مع الصباح ملي تيدخل. اذا هنا تعطي بان لا داك العامل البسيط ولا داك اللي الفوق ولا يعني تدوز واحد بواحد وتيعرفوك راك جيتي بعدا ديجا الخدمه، تيعرفوا الوقت ديالك راك جيتي وتيعرفوا الناس نمتينا الناس كاملين. اذا هنا حتى لو كنتي في نقاش مع شي واحد صافي، داك النقاش البارح اللي هضرنا عليه في العمل ولا هذا راه سالا، اليوم نهار جديد بدا وحنا في في في, في شركه بنخدموا شي حاجه جديده. إذا هنا كل واحد وطبعا بالابتسامة وهذا. سي في زادي واحد النقطة هي أن لونتربرونور المقاول خص يكون عنده كاركتر، خص يكون عنده واحد الكاركتر ديالو خاص، لأن كاين بزاف ديال الناس غنخدمهم معايا في لونتربريز من بين داك 100 واحد إلا لقاني كل نهار كندوز نسلم عليه غادي يعيق عليا، غادي يبدا قليل العفة، غادي يبدا يخليني نادم علاش تسلمت عليه. هذه ياسمين مونطاليتي مغربيه، راه هذا هو المشكل اللي كنهضر عليه. كنلقى مونطاليتي مغربيه، يعني الى مثلا سي او ونسلم على الناس اللي لتحت بحال قلتي حنايا كنحقرو، ماشي ما كنحقرو غير ما فاهمينش وصافي. يعني مازال كتلقى حنايا مازال ما عندناش داك الفيجن بان راه كاين واحد الجهه بيرسونيل وكاين واحد الجهه ديال الخدمه. يعني انا الا ما اكزومبل ما اتفقتش معاك في الخدمه، يعني الا خرجنا مثلا خرجنا على برا غير انفو نخرجوا من الشركه، ما خصناش نديو معنا هذاك الشيء ديال الخدمه، نديو معنا الجهه البيرسونيل كاع. يعني انا راه نقدر ما نتفقش معاك في الخدمه، ولكن راه تكون صاحبي ونتعامل معك انسان مع انسان خارج الخدمه، يعني ما خصناش نخلطو. ولكن صعيب باش تلقاي
الناس في الأخص في العالم الدول النامية باش يفرقوا ما بين البيرسونيل والخدمة. علاش؟ من حيث حنايا كنمشيو بليموشن بزاف، يعني كاع الديسيزن اللي كناخذوهم كتلقاهم 80% ايموشن، وكتلقى ديك 20% ولا ما وصلاش كاع اللي كتلقاها لوجيك، ولا كتلقاها بقرايه، ولا كتلقاها اكسبيريونس. يعني ليموشن هو اللي ديما كيجدينا في الحياه ديالنا، يعني حتى هذه غير اكزامبل وصافي. ما خصناش بزاف ديال الحوايج نديروهم، حيت اول حاجه سي فيزيزي خص لونتربرونو يكون قاري، يقاري مزيان داك لا مونتاليتي ديال الناس اللي خدامين معاه. هذا غيعيق عليا الا عطيت له شي، الا عطيت له بزاف ديال الهضره، الا هضرت معاه بزاف يعيق عليا، خصك تقطع الهضره واحد شويه. هذا ما خصنيش نطلع معاه مزيان الضحك باش ما يعيقش عليا، يعني كيكون خصك تكون قاري كل واحد كيفاش عامل. ما خص الكوميونيكاسيون خصها تكون هكا مزيانه، ولكن كاين شي حوايج زعما دوقو قيس كما كنقولوا حنايا. ولكن ياسمين نقول الحاجه كما قالك سي فيزازي قبيله، وهو هذوك الناس اللي ديجا هما معك خدامين، راه نتوما اللي اختاريتوهم، يعني هما راه ديجا دازوا داك الامتحان ديال البوزيتيف انرجي. يعني الا ما كانوش هما بوزيتيف راه انت هما ديجا ما غاديش يكونوا تمايا، يعني هما ديجا فلتروا. ايوب كاين يعني حنايا اللي كان واخا شي مره كيبان لينا حنايا كيبان لينا حنايا بان راه الى حنا الايكو ديالنا الى نزلنا وهضرنا مع الناس وداك الشيء كيقول لنا بان حنا راني ضعاف، واني في داك اللونغ تيرم، يعني داك المدى البعيد، راه انت اللي خاصك تانفلونسيو، ماشي هما اللي انفلونسيو. يعني كنتي انت نيت بصح راه بوزيتيف، راه انت اللي كتانفلونسي المحيط ديالك، ما عمر المحيط ديالك هو اللي غادي انفلونسيك، يعني كتبدا كتكون ديجا بروتيجي. ونور على المقاول كنهضروا على واحد الشخص يلاه بدا، ما كنهضروش على واحد ديال سوبرمان، ما كنهضروش على السوبرمان، ما كنهضروش على الناس اللي كيعرفوا مزيان راسهم، اللي عندهم الكونتاكت مزيان مع راسهم. مازال ما كنهضروش على داك لونتربرونور اللي عنده تجربه مع السوق وعارف كيفاش يتعامل مع هذا، يلاه بدا في الحياه ديالو. ياسو كيكون عنده داك النظره يكون حافظها ولكن مازال ما عايشهاش. داك الانطباع ديال الاول على الشخص كيفاش عامل كيقدر ياخذه، ولكن نسبي، ما تقدرش تعرف الشخص، ما تقدرش تعرف دوك الناس اللي خدامه كيفاش عاملين. الوغ سي بور سا كنقول لونتربرونور خصو يكون عنده كاركتير، واخا تكون ساهل مزيان تضحك مع الناس، مي خصهم يقولوا هذا الا بسلت عليه راه غادي يخرج في عينه، يخافوا منك. ما يخافوش منك بديك الطريقه اللي هي نيجاتيف، ولكن يخافوا منك بطريقه بوزيتيف، يعني يحترموك بحال الام وولدها والوالدين مع الولاد ديالهم. الولاد خص ضروري يكون كيحترموا الوالدين ديالهم، واخا تعطيهم كاع شحال ما كان ديال لي سباس فين يفكروا، فين يهضروا معاك ويلعبوا معاك ويضحكوا معاك، مي خص واحد ليميت ما يتجاوزوش. هكا كتمشى الامور مزيان، وكتبقى ديما متحكم انت في الامور ديالك. شكرا سي فيزي. طبعا هادشي صحيح، ومره اخرى غناكد بان طرق النجاح ما كاينش طريقه واحده. مره اخرى هذه النقطه الانطلاقه ديالي انا في التفكير ديالي دائما، يعني نقدروا نلقاو شي واحد صعيب وينجح، ويقدر يكون شي واحد اللي ما صعيبش كيضحك مع كل شيء وينجح، ويقدروا دونك كل واحد يختار الاسلوب اللي هو ربما سواء من التعليم ديالو والتربيه والتجارب ديالو خلق لراسو واحد الاسلوب اللي يتمشى به. والاساس في هذا الشيء كامل، وهو ان ذاك الفريق تيكون كيتكلم لغه واحده، وهذا الشيء مهم. اذا خصنا نعطيو قيمه لجميع الناس اللي كاينين في الشركه، وكما قال سي ايوب نديرو حنا داك الجو ديال البوزيتيف، حنا اللي نطرحوه، حنا اللي نغيروا المونتاليتي. تعرفوا في المغرب واخا تكون ميت ماشي حي راه يهضروا فيك ويقولوا فيك، دونك الا تبعتي غتبقى ديما تتبدل. الا جينا نديروا الخاطر لهذا وهذا ما غاديش نسالوا، لان الناس ميتين كاع بقات تهضر فيهم. الو حنا خصنا نلقاو راسنا الطريق اللي حنا تتناسبنا وتناسب المؤهلات ديالنا، ونحاول نبدلوا هذوك المونتاليتي اللي كاينه في الشركات ولا في المجتمع. وطبعا هادشي تياخذ واحد الوقت، ماشي خدمه سهله، ولكن ملي تبدا تنجح وتبدا هذا فغالبا الناس كتبدا تفهم بان هذه هو الطريق المزيان. حقاش
ملي تخلق مقاولة، المقاولة ماشي شي حاجة غير مادية، هي واحد لا كولتور، واحد الثقافة. داك الشيء الناس كتخلق واحد لو سلوغون، ملي تبدا ملي تعزل الاسم، تعزل داك الاسم وتتعزل هذا الشيء، ما تيجيش غير هكاك. يعني الناس اللي خصها تفهموا مرة أخرى أكد لا، راه ماشي الناس ملي تدير شي خطوة راه ما كلشي مدروس، عن دراسة، ما كاينش شي حاجة غير تنوض مع الصباح وتلقاها. مثلا ملي تنجي تنلقى راسي انا سميتني محمد الفيزازي، وتنوض تنخلق مقاوله ونسميها محمد الفيزازي. ديجا الاسم ربما ما غيتمشاش، ما درت لا دراسه لا والو، انا تو مفتخر براسي وغنوض وندير مقاوله سميتها محمد الفيزازي بدون دراسه. بيو راه الناس ملي تنشدوا الاسم من اختيار الاسم كيكون مدروس قبل ما نوصلوا للثقافه ولو سلوغون وداك الشيء كامل، كلشي عند دراسه. فملي تجي الاسم تلقى مثلا تيد، فملي تجي تفكر في التيد كيفاش معزوله، تلقاها بان سهله ويقراها واحد امي ما عمرو دخل المدرسه، وواحد دخل المدرسه وتكتب دغيا سهله، وتتولي تنطق دغيا، وتتولي تمشي للملحن وتقول له عطيني تيد اومو الور كو تيد را ماركا واومو ماركا، وتتولي انت داك التيد طاغيه عليك، تيولي بان مسحوق التصبين هو تيد فراسك. الور من جي كوكا كولا تيولي عطيني داك كوكا الحمراء، الور كو كوكا كولا راه شكل وهذيك المناضه حمراء عندها سميه اخرى. ولكن العزله ملي نعزلوا داك الاسم، فمن البدايه الناس تتخطط لهذا كل شيء استراتيجي ومخطط. فمنين نجي ندير واحد لا كولتور في المقاوله ديالي، حتى نفكر فيها اش من كولتور بغيت ندير، واش مفتوحه بان حتى في الكلاس، واش اوبن سبيس يعني الناس جالسين في بيروات وبزاج شي كيشوف شي، واش لا خص يكون مكاتب مقفوله، واش هادشي كامل تيتدرس، وهادشي بيان سور تيجي فواحد المرحله لاحقه. ولكن الاستراتيجي ديالي في البدايه خص يكون هادشي عارفه باش ملي نوصل ليه تنستافد منه. اذا من الخطوات الاولى ما كايناش شي حاجه كما قلنا، من نعزل الاسم نفكر فيه بعدا واش اسم تجاري، واش غيفيد المقاوله ولا ما يفيدهاش. ما نديرش نفتخر باسم ديالي، هو ما مزيان تفتخر بسميتك ولكن ما صالحش كاسم كوميرشال، ما صالحش تجاري. اذا ما نديرش نديرو، ما نديرش ندير مقاوله محمد الفيزازي، ما تجيبش يعني السميه ما عاطياش في التجاره. والله من نزل واحد الاسم اللي غيكون يعطي واحد هذا واحد ليلون الاداره المقاوله ديالي. إذن هذه الموتيفيشن خصني نكون واحد الشخص اللي كيعاون الاخرين باش يكبروا، كما قالت الاستاذة فارسي بان خصني نعاون الاخرين يكبروا تا. يعني بدا صغير ولكن هذاك اللي كيب لي الفريق اللي بدا معايا خصو تا هو يحس براسو تيكبر، وبان فما تزاد الارباح تا هما تيستافدوا شي حاجه. وكل ما تيشوفون انا بديت ب بالسون تروا شويه ولات عندي جو سي با داسيا شويه بلا ما نديروا الاشهار مرسيدس بي ام، دونك حتى داك الناس خصها حسوا براسهم بداو حتى هما تيطلعوا في النيفو ديالهم المادي والمعنوي. وما يمكنش واحد بدا معايا ستوندار ونخليه ديما في ستوندار 40 سنه انا ما عرفتش وصلت هو باقي ستوندار. اذا خص الناس اللي بداو معايا ولا الناس بصفه عامه اللي التحقوا، كل واحد على حسب المجهود ديالو والتضحيات ديالو وداك الوقت اللي كيعطيو المجهود والنتيجه اللي عطات المقاوله، فخصو حتى هو يكبر معايا. اذا اي واحد مقاول خصو يكبر، يكون من الناس اللي كيبغي الناس يكبروا معاه. الا كنتي من داك الناس اللي ما تبغيش الناس يكبروا، فالمقاوله ما صالحاش ليك وما كاينش تدخل المجال ديال المقاولات، لان ما غاديش تنجح. لان الا كنتي اي واحد ساعدك وبغيتي تنكر ليه، فغادي يجيبك الله الناس اللي تخدم معاك اللي غادي توصل الهضره، وما عمرش واحد ما غادي يساعدك، بالعكس ربما غادي يخرجوا عليك اكثر. اذا باش نحل المقاوله ديالي نكون داير في بالي بان واحد الفريق يخدم معايا، وبني دائما نحاول نساعد الناس باش يكبروا، باش الاخرين يساعدوني حتى انا باش نكبر، لان هذه هي السنه ديال الحياه. ما يمكنش نزيد لقدام بلا ما ندفع بالناس يزيدوا معايا لقدام. دونك خصني نكون في المقاوله الكونيكشن، ماشي في المقاوله، في الحياه بصفه عامه. هذه المحاضره ديال اليوم داخله في نفس النطاق، يعني كل ما كاينش هاد لا كونيكسيون ما عمرنا ما غادي نتلاقاو في هذه المحاضره. اذا لا كونيكسيون يعني في الريزو ديالي، كل ما كنكبر الريزو ديالي نكون كونيكتي مزيان، كل ما مزيان بيا بزاف. اذا قبل ما نبدا المقاوله ديالي غنشوف نسال راسي واش انا من داك الناس اللي كيبغيو يتكونيكطا ويكون عندهم ان ريزو ونستعمل هذاك الريزو ديالي. لان تتعرفوا لا قريتوا دابا لي زارتيكل العالميين تلقاو تنهضروا على الريزوطاج او لا الكونيكشن، خص تكون كونيكتي مزيان. او لا في السياسه ولا خدينا الطرم ديال السياسه وهو اللوبينغ، يعني خص تكون واحد اللوبي ويكون تنكون انا هذا اللوبي. هذا ماشي شي حاجه حرام، بالعكس مستحب يكون عندي ان ريزو نستعمله. فمثلا انا ملي تعيط لي شي واحد جو سي با يقدر يعيط لك شي واحد بغيت ستاج في واحد الشركه، اول حاجه تندير تندخل لينكدين تنكليكي على ديك الشركه، كيعطيني الناس اللي عندي في الريزو ديالي في ديك الشركه، وكنهز التليفون الو
سي ايوب الله يرحم باك واش بغيتو شي ستاجير هذا تلقى السيد ستاج لا كتاب. اذا هذا الريزو هذا ماشي شي حاجه عيب، بالعكس خص يكون عندي واحد الريزو كبير اللي ملي غنحل المقاوله ديالي فاول ناس الا بغيتي تحل المقاوله ديالك تعرف راسك واش ناجح ولا لا، اول كليان خص يكون عندك هما الدار ديالك بعدا هما الاولين، ومن تما هاد صحابك اللي عندك في الريزو ولا عندك واحد 1000 واحد في الفيسبوك با ولا هذا، فهذوك اول كليان خص يكونوا من بعد الدار ديالك من بعد الناس اللي في دارك. اذا من الا كنت غندخل لواحد المقاوله وانا ما قادرش نقنع حتى مولين الدار باش يشريو من عندي ديك الخدمه ولا الاصدقاء ديالي اللي في الفيسبوك في الريزو ديالي، فما كاينش ندخل المقاوله. اذا انا ما قادرش نقنع حتى داك الناس المقربين، فما بالك غنمشي نقلب على ديك اليوم ما كاينينش. اذا ما نديروش بحال هذاك المرشح اللي كيمشي يترشح في الاخر كيلقى الدار ديالو فيها 5 ديال الناس هو جايب 2 ديال الاصوات ما مصوتينش عليه حتى مولين دارهم وباغي هو ياخذ اصوات ديال الناس اخرين. اذا المقاول خصو يكون بيان كونيكتي، يكون واحد الانسان اللي تيتكونيكتا مع الناس اجتماعي، نرجعوا للاجتماعي اجتماعي كيقدر ينمي داك لو ريزو ديالو. فاليوم تتعرف على واحد السيد ولا واحد السيده، غدا تتعرف على لو ريزو ديالها، اذا نزلت لو ريزو ديالي مع ريزو ديال الناس اخرين غنولي ريزو اخر، وهذا الشيء هو اللي بغينا. وهكا كيفاش تنديروا دايو هاد لو لوبينغ راه تستعملوه الى خدينا حنا الخريجين في هارفارد، فمثلا ملي تنبغي نسافر وكتلقاهم دايرين واحد لا كونفونسيون مع واحد الشبكه ديال الفنادق اللي تعطينا اثمنه مناسبه ديالنا حنا قل من الناس الاخرين. اذا هنا هاد لو لوبينغ ولا هاد لو ريزو هذا الشيء تيصلح. الا عندي واحد 1000 شخص في الفيسبوك يمكن نديروا ان ريزو نمشيو نشريو من عند واحد الشخص بثمن قل من الناس الاخرين، لان جايبين له واحد المجموعه في مره ما يمشي شويه، واليوم غادي يدير واحد الخدمه على 1000 واحد انا جايب له معايا 1000 واحد. إذا هاد كونيكشن مهم في العالم ديال المقاولات. إذا لا كنت من ذاك الناس اللي ما نعرف مع الصبو مع الناس باش نتكونيكتا ما صالحش ليا. إذا خصني نحيد اللور ونخدم شي واحد اللي عنده هاد ليسبري هذا باش يقدر يتكونيكتا مع الناس والكليون وفونيسور تو ويكون مقبول كما تنقولوا بالدارجة ديالنا مع الناس. دابا بزاف ديال أخص دابا ما العصر ديال الاي كوميرس بزاف ديال الناس سدين اليوم كتلقاهم اونتربرونور ديال اونلاين مثلا ديال الاي كوميرس كتلقاهم بوحدهم كيخدموا بوحدهم يعني كتلقاهم تلفت لهم الهضره كيفاش يهضروا مع الناس ما بقاش عندهم ديك الكومينيكاسيون سوا الكومينيكاسيون مع هذاك العالم الخارجي صافي نساو ما بقاوش. بصح يعني خصنا نبدلوا واحد المجهود باش نوليو شي شويه سوشيال يعني سينو غادي كما قلتي كتعيا بوحدك اكزاكتومون. وهنايا نعطيكم واحد الكونيكشن طبعا اللي فيها جيستويال وفيها لي جيست وفيها الكلام وفيها بزاف ديال الحوايج، يعني ملي نقولوا الكونيكشن وفيها الكتابه كتابه تقدر تكتبها ايميل ولا شي حاجه في فيسبوك منين هذا تتعبر على داك الشخص هذاك ديالو تتعبر على كيفاش بغا هو يتكونيكتا مع داك المجتمع لو ريزو اللي هو فيه. وهنايا تيقدر يكون هي كلمه ولا جوج تتكونيكتاك مع عالم ككل. كنت خدام في واحد الشركه تيليكوم الصينيه اللي هي من اكبر شركه حاليا في التيليكوم، كنت كنمشي باش نحضر الرئيس ديالها باش يخرج يلقاي في الاجتماع السنوي ديالهم في بيكان الكلمه ديالو. ففي واحد المره حضرت كانوا جاب واحد الراقصين ديال البالي السورد ما تيسمعوش وتيرقصوا البالي على الانغام ديال الموسيقى بواحد الطريقه مذهله. دونك هادو تيتكونيكتاو بلاو ما كيسمعوش حتى داك الموسيقى وتيرقصوا عليها بواحد الطريقه. ابري ملي جا هو يدير الكلمه ديالو، دونك حنا معروف ملي تيجيو الناس الكبار يديروا كلمه فتنتسنى واحد ساعه ديال الكلمه ولا، فهو جا هز قال كيسازي وقال يمشي لك الصوت تيقطعوا حنا اللي غادي نقطعوا الكاطو وحنا اللي غنعطيهم حنا اللي نعطيو له هذه الكلمه. فهموها لي كوميرسيو لي استراتيج ديال الشركه بان من هذه السنه فلي بار دو مارشي حنا اللي غادي نستولوا عليهم. وبالفعل من ذاك الوقت تنعقل السنوات هذه فهذيك الشركه الصينيه اللي هي الان هي اول شركه عالميه في ذاك الوقت ما كانت شيء، فهي اصبحت الان هي اول شركه في العالم هذه الشركه ديال التليكوم.
إذا هنا تتعرف بأن الكونيكشن أو هذه مهمة بزاف باش الإنسان يتكونيكتا مع عالم آخر ويعطي واحد الميساج للريزو اللي عنده باش يمكن لهم يشتغلوا عليه، وهذه نقطة مهمة بزاف. كونيكشن أوتوماتيكمان باش تكونيكتا خصكم تتكومينيكي مزيان. إذن كومينيكيشن هي تجي من لا كونيكسيون أبخي تتحتاج لا كومينيكاسيون، وهذا لا كومينيكاسيون تقريبا هاد النقطة غتلقاوها في جميع المحاضرات وجميع لي سيونس دو ليدرشيب وجميع الأمور اللي تتخص التنمية البشرية. فإذا كنتي ما كتعرفش دير الكومينيكاسيون غالبا غادي تفشل في المجتمع، ماشي غير في الشركة، وتفشل في المشاريع ديالك وتفشل في البيت وتفشل، لأن الإنسان اللي عنده هاد الثقافة ديال الكومينيكيشن وهذا الشيء تتخدم بيان سيو مرة أخرى، هذا الشيء كل شيء تنخدمه عليه وتنميه فيه راسنا، والحمد لله دابا راه يوتيوب والمواقع الاجتماعية يمكن لنا نتعلمه فيها اللي بغينا. والكومينيكيشن ماشي هي غير اللغة، ماشي هي نهضر بالانجلي والشينوية، لا لا لا، حتى لوجيستويال، حتى الحركات، حتى كيفاش كنوصل الميساج ديالي، هي أهم حاجة هو الميساج يوصل. إذا الطريقة باش كنوصل الميساج ديالي مهمة بزاف في العالم ديال المقاولات وفي العالم بصفة عامة كإنسان. خصني نكون كنكومينيكي مزيان ونطور من راسي باش نصبح كومينيكي مزيان. وبيان سيو مني غادي نجيو إن شاء الله كنوجد واحد الفيديو على الطريقة كيفاش نكومينيكي وكيفاش نلقيو محاضرات، وباش تلقي محاضرة خصك تكون كتكومينيكي مزيان. إن شاء الله كنوجد واحد الفيديو اللي فيه الأساليب اللي تقدر تكون بهم أن بون كومينيكاتور، توصل الميساج ديالك في واحد المحاضرة ولا في واحد هذا. ومرة أخرى هذه ما كتطلبش شي علم ولا شي حاجة، دونك باش ما نحرقش المفاجأة، بأن أي واحد واخا يكون لقاو بأن دي زيكزومبل غادي نسرد لهم في ذاك الفيديو، بأن الشعبيين ما عمرهم ما مشاو للمدرسة كيكومينيكيو حسن منا حنايا، وغادي نتعجبوا بأن كيستعملوا أساليب اللي قرينا عليهم حنا في جامعات كبيرة. وهذا دايوغ خصنا كنصيحة مني للناس كاملين، فما تعلموا شي حاجة حاولوا تنزلوا على الواقع ديالنا المغربي. فانا مثلا نمشي للولايات المتحده الامريكيه وتنقرا في ديك الجامعه وتعطيوني ان اكزومبل، اوتوماتيكمون تنفكر في شي حاجه شفتها في حي شعبي عندنا فين كنت ساكن وتلقاها كاينه والناس تطبقها، ولكن ما عارفهاش بان عندها داك القيمه وبان علميا راه شي حاجه مهمه بزاف. وهنا ان شاء الله غادي تشوفوا في ديك الفيديو امثله اللي من بلايص شعبيين الناس ما قاريينش وكيكومينيكيو مزيان، تيعطيونا علم ديال الكومينيكاسيون من عندهم. اذا الكومينيكاسيون شي حاجه اللي خصوصا في الدول ديالنا حنايا هنايا سواء العربيه او الامازيغيه شي حاجه اللي عارفينها كاينين تنخدموا بها، يعني ماشي خصنا غير نطوروها ونكادريوها نردوها شي حاجه يعني صالحه باش تسير لنا بها المقاوله. وهنا نعطيكم مثل حي كنت عشتو أنا في واحد الميديو ناسيونال، أنا من دخلت لقيت واحد الثقافة عند ذاك الناس اللي غون ريسبونسابل ديالها هنا في المغرب ما تيجاوبوش على لي زيميل، يعني من ساس كتب له إيميل ما تيجاوبكش عليه. أراكو أنا ذاك اللحظة كما قلت جاي من العالم ديال الفينانس يعني المدير مالي، فعندك واحد الوقت خصك تصيفط فيه لي رابور، يعني خصك يوصلوك داك الارقام باش يمكن تصيفطهم للجروب ديالنا ميتيو ناسيونال، ولكن داك الناس تكتب لهم ما تيجاوبوكش نهائيا بحال اللي ما كاين حتى حاجه، وكتمشي عندهم في المكاتب ديالهم وتعيط في التليفون والو ما يصيفطوش لك، ما عندهمش هما كاع ديك الثقافه ديال اللي يجاوبوا على الايميل. الوغ ملي تهضر مع الناس اللي برا ملي تيكتب لك واحد من برا ايميل وما تجاوبوش عندهم عيب، عيب بان يكتب لك واحد من برا ايميل وما تجاوبوش، يعني ما يعني تيعتبرك بحال اللي ما مربيش بهذا. اذا خليتهم حتى لواحد الجهه. اسمح لي نقطعك، هذا القضيه ديال الكومينيكاسيون ديما كنا ديما هذاك هو دابا كنشوف في المغرب النقطه النيجاتيف والنقطه اللي محبسه المغرب وهي الكومينيكاسيون والاستراتيجي كيفاش غادي، يعني كما قلتي لي زيميل ما كيردوش عليهم ولي سيت ديال الدوله مثلا ما منظمينش الافكار ما منظمينش، يعني انا كمستثمر باغي باش انفيستي في المغرب خصني لي سيت البروفيسيونيل ديال الدوله خصهم يكونوا كلير، الا كانوا لي سيت مخربقين ولا بواحد اللغه اللي ماشي هي انترناسيونال ما كتشجعنيش باش نجي باش نستثمر في المغرب. لا اللغه الرسميه باش كنهضروا هذاك الشيء هذا هو علاه كيفاش تجا البيزنس بالدارجه مع اسمينا على هذاك الشيء، يعني كتلقى
كتلقى واحد التناقض كبير، واحد الفراغ، يعني ما كتلقاش كومينيكاسيون، ما كاينش كاع، زيرو. يعني اي دوله الا بغات توصل خاصها كومينيكاسيون، خاصها تهضر باللغه الاصليه ديالها. يعني الا ما كانش اللغه الاصليه ديالها ما غاديش نزيدو كاع القدام. يعني لي زابليكاسيون ولا لي سيت ديال الدوله خصهم يكونوا باللغه ديال اللي كيفهمها. الا جا شي واحد من الصين ولا شي واحد من جابان ولا شي واحد من كيما قلت سنغافور، الا كان لي سيت ديال الدوله على الاقل الا ما كانوش بلونغلي، وغير باش يفهم مثلا السيت كيفاش الطاكس غادي في المغرب، غير باش يكون عنده واحد الفكره مسبقه قبل ما يجي انفيستي، اما غاديش يجي. يعني شحال كنضيعوا ديال لي زان انفيسترز في العام، راه بزاف. يعني الى هادشي اللي كيبان لينا حنا ولا الناس اللي كاينين اللي عايشين في المغرب كيبان لهم بسيط، ولكن راه هذا هو المستقبل. الا ما كانش العالم ديال الديجيتال كوميونيكيشن ستابل، راه ما كاين والو. يعني غادي نبقاو غاديين غاديين وين غاديين بواحد غاديين بشويه مقارنه مع الدول الاخرين. يعني تشاينا الا جينا نشوفوها راه كيهضروا باللغه ديالهم، يعني لي زابليكاسيون ديالهم، لي سيت ديالهم، كلشي يعني مبازي على الـ على الـ على اللغه ديالهم. يعني اللغه ديالهم فيها ليموشن، الا حيدتي ليموشن من اللغه راك واخا كتفهم، وين ما كتكونش اتاشي. داكشي اللي واقع في المغرب، راه كتلقى انسان كيهضر فرونسي وكيهضر باللغات اخرين، ولكن الا هضرتي معاه بالدارجه كيتزعزع. علاش؟ من حيت فيها ليموشن، هذيك هي باش كبرنا. يعني هذا راه واحد العمق. يعني الا ما خدمناش على اللغه ديالنا الاصليه باش نزيدو لقدام، راه حنا غاديين زايدين ان شاء الله، غير هو غاديين بشويه. الا درنا واحد استراتيجي باش نصحو الكومينيكيشن ديالنا ديال المغرب، نهضروا باللغه ديالنا، ولي سيت ندير لهم واحد الابديت جماعي، يعني تكون لونغلي وتكون دارجه. يعني الا جا واحد الانفست انترناسيونال باش انفيستي في المغرب، خصتي تلقى فيرسيون اونغلي 100%، ماشي غادي لك اونغلي تما كتبرك عليها كيلوحك باج ما كايناش كاع، ما خداماش. يعني كتلقى داك الشيء غير هزواق وصافي. يعني انا جاي باغي نستمر في المغرب، خصني نعرف السيستيم، كيفاش غادي الطاكس، كيفاش غادي التيفيا، كيفاش غادي البلاد. راه هذه هي ليماج ديال البلاد، ليماج ديال البلاد وهو لي سيت ويب ديالهم دابا. يعني الا كان سيت ويب ما خدامش، ما غنثقش في ديك البلاد، ما نقدرش نمشي انفيستي فيها. يعني هذيك هي ليماج الاولى ديال البلاد، وهو السيت ويب. يعني السيت ويب راه هي الكوميونيكيشن، هي كلشي. يعني هذا هو كلشي. يعني الا البلاد تضيعوا بزاف ديال 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 المشاريع في العام بسبب ديالهم هو الكوميونيكيشن. نخليك تكمل السيت ويب. سي فري، انا دائما تندفع على سي فري من متحمسين لغه الوطنات بجوج. المشكل عندنا في المغرب واحد الثقافة اللي خصنا تنحاولوا ننشروها على أي حال، وهو أن لا الشركات ولا الدول ولا الناس برا ما يزيد تأخذوا شي خطوة يأخذوها نرجعوا لها عن دراسة. أنا قلت لكم في الشركة من كان بداها مام السمية من يبغي نديرها خصني ندرسها بزيان، علاش غندير هاد السمية وما نديرش هادي، ودونك خصني نشوفها مع الناس ونشوفها. تلقاو ناس دابا تيجيو في اطار اللغه، يعني تقريبا حنا البلد الوحيد في العالم اذا خدينا المغرب العربي، هي المنطقه الوحيده في العالم اللي تطالب باش تدرس بواحد اللغه اللي ماشي اللغه ديالها، وهذه غريبه جدا في العالم كله. من العار والعيب كتلقى بان شي واحد في شي دوله بحال قلتي له، ما يمكنش تلقى في العالم دوله كتقول لك تيطلب فيها شي واحد باش التدريس يكون بلغه اخرى من غير اللغه ديالها. طبعا هذا الشيء ما تينفيش بان خصنا نتعلموا اللغات، ولكن كلغه رسميه يعني، الا في المغرب العربي المنطقه الوحيده في العالم تلقى شي وحدين يخرجوا يقول لك لا خصنا ندرسوا بالفرنسيه او الانجليزيه، وكيردوا لنا بحال ان
انا شخصيا قريت حتى الباك في المغرب وخرجت درست في روسيا وفي فرنسا وفي الولايات المتحده، وما عمري ما لقيت شي مشكل بانني نتعلم الروسيه ونتعلم الفرنسيه والانجليزيه. ومني الاف دونك كاين شباب كيمشيو لاوكرانيا ويمشيو لماليزيا والشينوا وكيدرسوا وما كيلقاوش مشكل يتعلموا لغات اخرين، ولكن اللغه ديالك الام لا ما كنتيش كما قلتي تدرسها وتتقنها وهي زيت كومينيكي بها، فانا في صعاب عندنا في المجتمع نتقدموا في النتيجه. بصح سير في زيد اسمح لي قطعك من عيب، دابا فاش كنقولوا اللغه راه ما كندافعوش عليها من دافع عرقي بان احنا راه تماما، ولاني راه كاين شي حاجه فاش حاجه كبيره اكثر من داك العرق، راه بحال قلتي راه واحد الانرجي كيكون فيها يعني غير غادي مثلا واحد غادي لواحد اجتماع ولا غادي لواحد بيزنس ميتين اكزامبل، ما كتبقاش تفكر ما كيكونش عندك داك النويز في الدماغ ديالك باش غادي تهضر. يعني غير تيشيرت مثلا الا كان عندك بزاف ديال الالوان راه كيعرقلوا لك داك الديسيجن اللي كتاخذ كل نهار. داك الشيء اكزامبل مثلا زوكربيرغ ولا ستيف جوبز ولا كتلقاهم عندهم مثلا كيلبسوا لبسه وحده النهار كامل، علاش؟ من حيث غير هذاك كيكون داك الاكزوست ديسيجن كيتخاد كل نهار، الا بقيتي كل مره تاخذ ديسيجن راه كتعيا. يعني هذا غير تيشيرت وشحال كيعرق لهم الحياه ديالهم، وما بالك يعني اللغه لعلاقه داك كومونيكاسيون راه غيعرق لك ماشي غير بلاد، راه غيعرق لك الكره الارضيه. يعني هذا راه ما كندافعوش عليه من دافع عرقي ولا حنا زعما بغينا نكونوا امازيغ ولا نهضروا باللغه ديالنا، ماشي زعما هكا، ولاني راه اللغه الاصليه ديالك راه كيكون فيها واحد الانرجي. يعني راه البلاد راه كتبقى الا كانت غادي البلاد 10% كل عام، الا هضرتي باللغه ديالك وكانوا لي زابليكاسيون ديالك وكاع السيت ويب ديالك يكونوا باللغه الاصليه ديالك، يعني عيطي لواحد الشركه كيهضروا معك باللغه ديالك، راه البلاد كتمشي بواحد السرعه فظيعه. يعني راه الشينوا دابا راه غادي بواحد السرعه فظيعه، وعلاش؟ حيت يهضروا باللغه ديالهم. كذلك كاع الدول اللي غاديين مزيان كتلقاهم يعني كانفيستيو، ماشي كانفيستيو غير هكاك، راه كانفيستيو في اللغه ديالهم من حيث عارفينها، من حيث راه اللغه ديالك. يعني الا بغيتي تشرح شي حاجه راه ما كتبقاش يكون عندك داك النويز في الدماغ ديالك، راه كتشرحها يعني هذاك اللي كتهضر معاه راه كتوصل الفكره دغيا. يعني يعني هذيك الفكره راه هي البلاد. يعني الا كان كل واحد ما كيضيعش بزاف ديال الوقت ديالو في واحد داك الديسيجن صافي، راه البلاد كتمشي بلا ما نضيعوا الوقت في يعني واش باش غادي نهضر بلونغري ولا بلا فرونسي، ولا نهضر باللغه ديالك. اللغه لي سيت ويب كاملين خصهم يكونوا بالدارجه وخصهم يكونوا بلونغري حيت هي اللغه ديال العالم، وخصهم يكونوا بالفرنسي حيت اللغه اللي كيهضر بها بزاف ديال الناس. يعني وكاملين خص تكون عند خص ما يكونش عندنا داك عقد، يعني خصنا نفرقوا ما بين واحد كيهضر لغات وما بين واحد راه انتيليجون. راه اللغه ما عندها حتى شي علاقه بالانتيليجون ديال الشخص. يعني هادشي اللي بغيت نقول سيلفي، كنعطيك الكلمه. المشكل اللغات نرجعوا دائما بحال الصناعه ديال الطياره والصباغه ديال الطياره، دونك ملي تهضر على اللغات وهذا بحال كتهضر على الصباغه ديال الطياره، بينما الاهم كما قلت الانتيليجنس هو تصنع الطياره، اما باش تصبغها ديك الساعه ماشي مشكل. دايوغ دابا مع الانترنت ما بقاش مشكل اللغات، لا بغيت تعلم لونجلي راه 6 شهور تولي طير في لونجلي الشينويه. يعني هذا بحال كتناقش واحد المشكل اللي ما بقاش هو مشكل اساسا والناس مازال تتناقش فيه. ما نرجعو نقولو دائما بان كل شخص خلق الله بواحد ليدونتيتي لي زومبرانت ديالو البصمه ديالو، فالبصمه ديالك خصك تبقى مغربيه، هذا هو اهم شيء. تقدر تهضر بجميع اللغات ولكن خص تبان بان عندك واحد البصمه، كما قلتي ملي تهضر معايا بواحد كتعطيك واحد الحماس ملي تسمع اللغه اللهجه ديالك في واحد البلاصه، هذا هو مهم بزاف. هذا مهم حيت سيفزي من حتى الناس بحال دابا فاش كنشوف مثلا المغرب كيهضر مثلا فرونسي اكزومبل في شي ملتقى عالمي، هذا كيبان لي حقره انايا، هذا كيبان لي حق. وانت يا دوله
شنو اللغه الرسميه ديالك وكتهضر مثلا اكزومبل فرونسي، هذاك ما كيبان ليا تناقض. ولا مثلا انت غادي مثلا لواحد البلاد غادي غير المانيا ولا غادي غير اسبانيا سبتهم ليله وكتهضر معاهم تما فرونسا اكزومبل، يعني كاين تناقض. يعني هذوك الناس راه خصنا نفرقوا بان راه كاين واحد اللغه عالميه واللغه ديال البيزنس راه بوحدها، واللغه ديالك الا درتي بها ولا درتي بها البيزنس هذيك الدوله اللي كدير معها البيزنس غادي تحترمك اكثر ما تحترمك بانك كتهضر معها بواحد اللغه اللي هي ما مصنفاش كاع. طبعا للاسف نتمنوا الناس يفهموا هذا الشيء. وبالنسبه للناس اللي تابعوني غادي يلقاو بزاف عندي ديال المداخلات بالنسبه للغات وهذه، وحنا دائما ندافعوا اللغه ديال البلاد العربيه والامازيغيه، ويلقاو عندي بزاف مداخلات ديرنيرمون الناس من الامازيغيه يقول لك انت عندك موقف من الامازيغيه. نستغل هذه الفرصه باننا ما عمرنا كان عندي مشكل، المشكل عندي مع الناس اللي كينتقدوا العربيه، فانا هنا تيكون عندي مشكل مع هاد الناس. احنا ما نعممش، ولكن الافكار السائده هو اننا بغيت نطور راسي خصني نريب واحد اخر، وحنا هذا هو المشكل اللي قاضي عندنا في هاد البلاد، بان ما يمكنش نطور راسي الا ما ريبتش واحد اخر. انا واحد المثال تيقول لك الا بغيتي تبني عالي بزاف عندك جوج ديال الحلول، يا اما غتبني اعلى من الاخر اللي حداك، يا اما خصك تريبو هو باش تبان انت عالي. دونك عندك جوج الحلول، لا تعزل يا اما تبني تعلي يا اما خصك تريبو. اذا احنا مع داك الناس اللي تنبغيو نبنيو، انا ما عنديش مشكل امازيغي ولا عربي، ولكن حتى الا بغينا نبينو بحسن نيه، لانه ملي تسمع واحد يقول لك لا وانت نتوما غوزات ولا، فاحنا واش منقرن احنا مش مزيان. ولا واحد انا ماشي مناسبه ولكن قال لي مرحبا بك في بلادك، واش انا هنايا الوالد ديالي ميت على هذه الارض تجي تقول لي مرحبا بلادك، يعني شنو زعما تردني؟ فانا يعني كشعب اذا كانت الامازيغيه بغات تاخذ الطريق ديالها في كلشي يعاونها باش تاخذ الطريق ديالها، ولا كانت العربيه كتضعف خص كلشي يعاونها باش تبقى قويه، لان ما يمكنش لنا نفوتوا هاد جوج لغات اللي هما البسمه ديالنا الحمد لله. والغريب في الامر اننا ندافعوا على لغات اجنبيه ضد اللغات ديالنا الاصليه، فماشي مشكل ان شاء الله كلشي يتصلح فيما بعد. اذا هاد الكوميونيكيشن منين هاد هنا باش نجيو لهذا المثال لانه مهم بزاف، كيفاش نفهموا الناس ديالنا في المقاوله بان الكوميونيكيشن مهمه؟ ولا كان عندكم شي ناس اللي ما تيعطيوهاش اهميه بحال هذا المثال اللي عطيت بان كان واحد الناس ما كيجاوبوش على لي زيميل، او والناس برا كما قلت ما تجاوبوش على ايميل راه عنده شي حاجه فظيعه، شي حاجه اللي بانك انسان ما مربيش. اذا انا باش نشرح لهذوك الاصدقاء ديالي بان راه خطير هادشي اللي تيديروا، لان في الثقافه ديالهم ما كانش عندهم مشكل يجاوبك ما يجاوبكش عادي. الور في واحد الاجتماع كنا في واحد الاجتماع على شي حاجه اخرى، وفي الاخير قلت لهم سمحوا لي واحد جوج دقائق نهضر معكم. الله يخليكم، ملي صيفط لكم شي واحد ايميل سواء انا سواء من برا حاولوا تجاوبوا داك الناس، وخصكم تفهموا هذاك الناس ملي صيفط لكم ايميل بحال جيت انا سلمت عليكم مديتي يدي ليهم. وحنا في الثقافه ديالنا المغربيه الا مدلك شي واحد يدو يسلم عليك وخليتيه عليه راه عيب بزاف، بحال شي حاجه راك عارفين ما يمكنش واحد يسلم عليك بيديه وتخلي عليه واقفه. اذا الايميل منين وصلك من عند شي واحد من برا اعتبره بحال هكاك، منين تشوف ايميل في ليكرون ديالك فكر بان راه مدلك يديه، وانت راه عيب عندك حشومه عندنا في المغرب ما تسلمش على شي واحد مدلك يديه. اذا خصك تجاوب على داك الايميل، ونعطيكم كيفاش تجاوبوا. سواء تجاوب وتقول لي مثلا سي ايوب صيفط لي شي خدمه خصني نديرها، سي ايوب انا غنديرها نصيفط لك غدا. شي خدمه ما غنديرهاش ما سي ايوب غنصيفطها لك من 10 سنين، ولكن اهم حاجه غنجاوبوا. ها ما غنصوبهاش لك دابا، غنصوب لك من 20 عام. المهم ليسونسييل غنجاوبوا باش يفهم بان ما غنصوبهاش، ولكن باش ما نجاوبش في مره فهي يعني مثلا تنكون واحد الانسان ما تيديرش كوميونيكيشن، وهنا اتصال مهم بزاف في المقاوله ما يمكنش. اذا اي كليان صيفط لك شي حاجه كيسقسينا شي حاجه خص تجاوبوا، ميساج شي حاجه، اي واحد كيما كان غيسولك على شي حاجه في المقاوله كيصيفط لك شي معلومه باغي معلومات، الا ما كانش كيما قلنا في السيت ويب ولا شي حاجه خصك دير مجهود وتجاوب. اذا ضروري ومؤكد الجواب يكون، ومشي غير ماشي في الايميل ولكن في الحياه بصفه عامه المقاوله، فهاد الاتصال وخصوصا بوسائل الاتصال دابا اللي كاينه الحمد لله متوفره، يعني تقدر تكون تا تدخل دارك وتكتب ايميل ولا ميساج وتصيفط تجاوب عليه ما كاين حتى شي مشكل. دونك ضروري ومؤكد خص
نكونوا من الناس اللي كيكومونيكيو بزاف. وهنا بيان سور فيها الكومونيكاسيون مع الكليون، بغيت ندير شي بوبليسيتي فيها، دونك داكشي كون جي خصو تكون مختار مزيان في الالوان، في الصيغه كيفاش تكتب داك المفردات ديالك، في بزاف ديال الحوايج، الوقت وقتاش يمكن لك دير هذاك البوبليسيتي ولا الاشهار ديالك. اذا شي كلشي كيتدرس وكتهدا. ومره اخرى كما قلت يمكن ندخل الانترنت ونقرا على هذا الشيء ونطبقوا على الواقع ديالي المغربي، ما نجيبوش كوبي كولي، ما نقلوش ونحطوا لان ما يتمشاش، ولكن نغير فيه واحد شويه بحيث يولي لان انا مغربي عارف المجتمع ديالي. وغادي كما قلنا ما تجاوبوش في الايميل، غنقول لك الا ما كتسلمش راه بحال هكا. دونك غنعطي واحد ليكزومبل ولا واحد الحاجه اللي هي في الواقع ديالنا اللي غيدوز الميساج بزاف وغيكون عنده لامباكت بزاف باش الناس تفهم الميساج ديالنا بزاف. دونك هادو خلاصه ديال هاد ديال هاد المهارات اللي خصهم يكونوا عندنا واللي خصنا توفر لنا كاملين، بحيث كاينين كما قلنا اربعه ديال المهارات اللي كنتخلقوا بهم، وكاينين عده مهارات بياسيو اللي خصنا نخدموهم ونتعلموهم مع الوقت ومع التجارب ديالنا في الحياه ومع في الجامعه ديالنا ولا في المدارس وهذا، فخصنا نتعلموا هاد المهارات. ومن غير هاد المهارات هادو، ومره اخرى كنأكد هاد المهارات ما فيهمش الجانب المادي وما فيهمش الجانب ديال الشواهد، يعني النجاح المقاوله ما كيطلبش منك تكون عندك الشهاده فقط ولا ما تكونش، وما كيطلبش منك بان يكون عندك الجانب المادي. بيان سيغ لا الشهاده ولا الجانب المادي مهمين، ولكن ماشي هما اللي تنجحوا لي المقاوله ديالي. يعني فاللي كينجح المقاوله ولا باش تكون مقاول ناجح خص يكون عندك هاد الامور كلها اللي تحدثنا عليها، اللي تتخص دائما الجانب الشخصي او الجانب ديال الفريق والجانب ديال غالبا مهارات اللي متعلقة بالاتصال وبالعالم الخارجي ديال المقاولة باش يمكن تنجح مقاولة، لأن هي غالبا متكونة منك أنت كمقاول، من الفريق ديالك ومن الناس اللي خارج المقاولة اللي هما الدولة والبنوك والزبناء والموردين اللي فورنيسور. هاد الناس كاملين خص تشوف كيفاش تتعامل معهم وكيفاش يمكن تساير معهم. وطبعا هذا الشيء كامل تيحيلنا على تسموه احنا هادو كاملين فنون ماشي غير مهارات، تيتسمى فن. يعني ملي تيكون الاتصال فهو فن الاتصال، كاين فن كيفاش الكوميونيكاسيون سيرتو كيما قال واحد الفن كبير اللي هو متشعب بزاف، وفيه في مثلا الفن ديال كيفاش تاثر على الاخرين، يعني من خلال الكلام ديالك ولا هذاك يمكن تاثر وتبدل الراي ديال الزبناء ديال الناس الاخرين اللي معاك، حتى الاطفال في البيت، يعني بزاف ديال الحوايج كيمكن نبدلوهم ويمكن ناثروا على الناس الاخرين. اذا خصنا نفكروا دائما في هذا الاتجاه. وغالبا كاينين مهارات اخرين لا شك في ذلك، طبعا اللي عنده مهارات اخرين ويقدر يشاركوا معنا في الفيسبوك وفادر نشوفوهم من بعد ونتعلموا حتى احنا منهم وهذا ونزيدوا نستافدوا. ولكن غالبا هاد المهارات تقريبا تنوجدهم في جميع الكتب وجميع الدراسات، هادو اغلب المهارات. وهاد المهارات كما قلنا مدروسين في جامعات عليا، ولكن ما تيمنعش بان نستعملوهم واخا يكون البروجي شنو ما كان، واخا نبيع في الزنقه شي حاجه خصني يكون عندي هادشي. ما يمكنليش ننجح بلا ما يعني النجاح ما تيجيش، لدوزنا ميساج واحد هذا النهار بان النجاح ما تيجيش غير هكاك عفوي، النجاح كله كيجي عن طريق دراسه. يعني اي خطوه تنخطيها في المقاوله كما قلنا من تنعزل السميه حتى كيفاش كنتصرف انا كل نهار ملي تندخل حتى تنخرج للمقاوله ديالي، داكشي كامل هو اللي كينجح المقاوله. اذا هادشي كامل خصنا ندرسوه، واي حاجه كنديرها نشوف واش الناس الاخرين كيديروا بحالها، كيفاش تيكومينيكيو، كيفاش لا بيرسوناليتي ديالهم دايره، كيفاش هادي كيفاش هادي، التعامل مع الزبائن شنو هي القيمه المضافه، كيفاش تيكريو القيمه المضافه، كيفاش كيحاولوا يكونوا عندهم الانوفيشن والكرياتيفيتي. هادشي كامل خصنا ندرسوه، ومن بعد ديك الساعات غالبا غنكون مقاول ناجح لا شك في ذلك، لا توفرت لي هاد المهارات كامله وخدمت عليها. بيان سور حتى شي حاجه ما تجي بين الا واضحه، هادشي تيجي الممارسة وتبادل الخبرات مع الناس الاخرين. وشكرا لكم على شكرا. وصلت للنهايه ديال البريزونطاسيون ديالي بعدا، دونك نخلي الا جينا نشوفوا اي واحد ناجح في اي حاجه، حنا كنقولوا دابا هذا المايند سيت هذا راه غير عطينا اكزومبل المقاوله وصافي، لان هذا ليزيكزومبل تقدروا تطبقوا على اي حاجه بغينا ننجحوا فيها في الحياه ديالنا.
يعني إلا جينا مثلا باش نشوفوا أي إنسان ناجح ونديروا عليه واحد الدراسة غنلقاو فيها هاد لاكاليتي، غنلقاو فيها هاد لاكاليتي. متفقة معك 100% في الحياة ديالنا العملية، في الحياة ديالنا الشخصية، مع أولادنا، مع العائلات ديالنا، مع راسنا حنا كيخصنا ضروري من حيت ملي كنخلقوا كما قلتي سي فيزازي بزاف ديال المهارات الفطرية، ولكن داك المهارات الفطرية كتبقى بحال شي حوايج بحال داك النباتات اللي ما كتسقيهم ما كتهلا فيهم ما والو، الوغ كيموتوا مع الوقت كتنساهم، كيوليو عندك في واحد البلاصه في واحد الباحه في دماغك منسيه في الظلام، ما كيكون صعيب باش تقدر تقلب عليهم من بعد واحد من بعد سنوات، صعيب تقلب عليهم وصعيب تلقاهم. فهاد المهارات خصنا حنا كوالدين نربيهم في ولادنا، غير نقول لهم راه كاينين كوميم، تقول لهم تحط عليهم الضوء، تضويهم له في حياته، تضويهم له في دماغه باش هو يعرفهم انهم كاينين، هو راسو غادي ديفلوبيهم، هو راسو غادي يقول اشاك فوا غيبقى يختبر، غيبقى يتشالنجي راسو بزاف ديال الحاجات، غيبقى يعطي لراسو بزاف ديال الفرص باش يتشالنجي راسو. من بين النصائح اللي نبغي نعطي للشباب المقاولين، البنات، الدراري، الوالدين، هو انه يشجعوا بعضياتهم، هو ماشي ضروري انا تتهدم لي هذاك الشيء اللي كنبني عاد انت تبني قدامي ولا تبني فوق داك الشيء، نقدروا نبنيو جنب على يعني جنب وتقدر تبني فوق مني، ولكن خليني انا كوميم، خليني ما تهدمنيش كوميم، تقدر تكون الامتداد ديالي الفكره ديالي، ولكن ماشي ضروري تكون انت هو السبب باش تقتلني. نعطي نصائح للشباب هو ما تحشوش، انسان يبقى على الكاركتر ديالو مزيان، انا كان مزيان انه كنهضر بشي طريقه، خصني نبقى كنهضر بهذه الطريقه، ما تخليش الحياه ولا الناس تبدل لك الاسم ديالك، شكون انت خصك تبقى، لان بزاف ديال الناس ما عارفينش شنو منين جوزتي، شنو هما الصعوبات باش تجي عاد دوزتي نتايا عندو كتهضر معاه في الضريبه مثلا، نتايا جاي من الباديه ما قاريش وهكاك تقاتلتي مع راسك وتحديتي راسك ومشيتي حتى مثلا عند الضريبه، ولا مشيتي حتى عند السونتر دانفيستيسمون، ولا مشيتي لشي اداره كتهضر معاه بشجاعه، وهذه قدر في راسك ابسط الاشياء، لان انت بوحدك اللي عارف شحال تحديتي من حاجه باش وصلتي لهذاك الموقف وقدرتي انك تنجح فيه. ثاني حاجه انك حتى حاجه ما كتجي باطل، تقاتلي يعني داك 40 عام اللي قال ايوب ماشي هي ديك الساعه اللي كتفرجها في الفيلم، الو خصك تقاتلي، ان داك 40 عام شاقه، هذيك راه اعمال شاقه، خصك تبقى واقف ديال بصح، وشنو ما جا تبقى عندك في دماغك واحد الصوره هي هذاك الشخص اللي بغيتي تكون من بعد، هذاك الشخص اللي بغيتي تكون عليه من بعد، كل حاجه كتهون قدام داك الصوره اللي كتبقى ديما مرسخه في دماغك، كيفاش خصك تكون من هنا واحد 40 عام ولا 50 عام، كيفاش خصك تعيا دابا باش ما تعياش من بعد، باش تحمي راسك وباش تنقذ راسك من الواقع اللي داير بك، من الفقر اللي داير بك، من المشاكل اللي دايرين بك، من اي حاجه خايبه دايره بك، اي حاجه صعيبه انك تبداها ولكن ماشي مستحيله نهائيا، وانك تكون جريء، الحياه ما كتعطيكش حاجه سهله اولا، كلشي حشومه وكلشي ماشي حشومه او ميم طون، تقدر انت تختار في بلاصتك شنو اللي حشومه وشنو اللي ماشي حشومه، تكون جريء في شي حوايج اللي كيشوفوا بعض الناس انهم حشومه، لان هذاك هو لونطوغاج ديالك، هذاك الشيء علاش تربيتي، كاين بزاف ديال العادات والتقاليد، ماشي عيب انك بعض المرات دير قوانين لراسك وقوانين خاصه بك نتايا باش تنجح في حياتك وباش تمشي وتمشي بعيد. شكرا بزاف سي فيزازي، شكرا ايوب بزاف على الافكار اللي عطيتونا اليوم. سي فيزازي كلمه اخيره للشباب، شنو النصيحه اللي تقدر تعطيهم وانت ايوب؟ فالنصيحة اللي نقدر نعطي للمقاولين وهو أن المقاولة هي نرجعوا للمثال ديال الدري الصغير، بحال هذاك لو بيبي دونك ملي تيتولد خصو واحد في البداية تتخاف عليه يموت دغيا، دونك فريمون واحد المجهود كبير تتبدل مع الآباء باش يشوفوه شوية، كي واحد 5 سنين الأولى كلها ديال التمارة بزاف باش يلاه كيبدا يتمشى على رجلي، ولكن ملي كيبدا يتمشى على رجلي في المقاولة نفس الشيء، غير الفرق في المقاولة أن دائما خصك الانوفاسيون والتغيير والتجديد والابتكار باش تبقى حية، أما المشاكل ما نسميوهاش مشاكل لأن ملي تدخل في سن الطبيعة ديال الحياة ما كتبقاش مشاكل، فولادك ملي تيوصلوا 5 سيزي وقال يمشي لك الصوت، كيمشي كونيكسيون جو بونس، مشالو كونيكسيون واخا ايوب
اذا خصها براس ما غادي نتهلاو فيها بواحد الطريقه كنتهلاو بها بهذه الطريقه ديال ان خصها الابتكار وخصها نبدلوا الطرق ديالنا كيفاش نشتغلوا ونفتحوا على العالم ككل ونشوفوا دائما شنو هو الجديد في العالم باش ما يجيش واحد النهار لان المقاولة تقدر تكبر بزاف ولكن في اي لحظه كتقدر تجي الوفاه حتى هي راكم عارفين خير ميتال ونوكيا وانتم عارفين داكشي اللي طرا نوكيا اذا احنا كذلك المقاولات من بداها ونضرب داك المجهود لسنوات فكل ما كنزيد في الابتكار مع عمري ما غادي ان شاء الله هذا ولكن عالم المقاولات فهو لاي شخص مره اخرى فاي شخص يمكن يدخل لهذا العالم ويجرب حدو مع كما كيجربوا الناس كاملين وان شاء الله الخير للجميع يا ربي شكرا لنا فارس بصح كما قلتوا بان احنا كاملين كنتزادوا مقاولين كما الدري الصغير فاش كيتعلم كيتحبوا فاش كيعيا ما كيقولش انا صافي انا عييت ما غاديش نعاود نحاول راه ما يمكنش اللوجيك مو بالفطره الدري الصغير فاش كيحبوا كيحاول ويطيح ويحاول ويطيح ويحاول يطيح حتى يتمشى وهذه هي الفطره ولكن للاسف حنايا كبرنا في واحد المجتمع بان شي واحد طاح عيب إن فوا كيطيح ما كيعاودش ينوض اوتوماتيكوم علاش من حيت حنايا بان اللاوعي ديالنا خدينا بان شي واحد طاح راه عيب هي راه ماشي عيب هذيك راه جزء من النجاح هذه هي الفطره حنا خصنا نمشيو على الفطره ديالنا هو طحتي كمل راه هذه هي الحياه حيت راه ما يمكنش الا قلنا لك من هنايا 20 عام راه غادي يكون عندك غادي تكون هكا وغتكون هادي وغتكون هادي وغتكون ناجح وما اكزامبل ولا غتكون ما غاديش تبقى هذيك ما غاتبقاش الطعم ديال الحياه علاش من حيت عرف صافي هذه هي الحياه عرفتي الريزولتا يعني حنايا كاملين دراري صغار خصنا نكملوا نطيحوا نوضوا ونعاودوا راه ماشي داك هو الفشل وهو الا طحتي وبقيتي ناعس في بلاصتك يعني اللي كان شي بيبي طاح وبقى ناعس في بلاصتو راه ما يمكنش اللوجيك الا اللوجيك ديالك راه ما كاينش ولكن حنا كاع هاد لي كونديشن هادو ديجا تعلمناهم من المجتمع ديالنا وكيفاش غادي نحاربوهم حنا ديجا ديتكتيناهم فين كاينين اوكي راه هما هادو يعني الا قلت لك 1+1 كتساوي 2 راه الا هذا راه ماشي كافي بانه نوريك واخا نحطك حدايا نقولك شنو هاك شنو كندير شنو كندير كل نهار ماشي كافي اللي مهم هو الانسان يقرا يعني اقرا 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 هذا هو واحد بحال قلتي كت الحياه ديال واحد بزاف ديال الانسان الناجحين تلخصات في كتاب يعني الا قريتي كل كتاب اكزوم كل كتاب غير في كل كتاب في شهرين راه عرفتي شحال كتاخذ ديال يعني كتعيش بزاف ديال المرات بحال كتعيش بزاف ديال المرات اكزوم تماما هادشي اللي بغيت نقولو شكرا سيلفيزي كان نهار مزيان وقيلا خصنا نقسموا بزاف باش بحري انا كنشكركم بزاف ديال لي فيديو باش بحري حيت ما يمكنش نديرو كامل 3 السوايع ان شاء الله تجي تشوفوا الناس كاملين كما كنقول دائما ان البيزنس بالدارجه هي مبادره ما يمكنلهاش تكمل نهائيا بلا بحالكم السي في زازي فريمون يعني ديال بصح شكرا بزاف على كاع المجهودات هنا على المعلومات اللي كتعطينا على داك الاسبري نسبخي بوزيتيف بشرف اللي كتبين للشباب باش كتموتيفيهم وكتكون بالنسبه لهم واحد الالهام وهذا زعما سي تان غون بليزير زعما باش تكون معنا اليوم في هذا الويبينار هذا شرف ليا هذا هو الهدف ديالو انه نوصلوا المعلومات لاكبر عدد ديال الناس ويبقاو ديما داك المعلومات كاينين في الفيديو اللي كان اونغيستريوهم وكنحطوهم في لي شين يوتيوب ديالنا سواء ديالنا ولا ديالك انت مسيو فيزازي باش نفعوا الناس بزاف ويبقى كاينه المعلومه كاينه اوكي شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك انا نضرب من ورا
واخا مشى ايوب بقى لايف سوغ فيسبوك جو بونس كو مشى ايوب ولكن اللايف مازال كاين مازال اوكي هو اللي عنده ياك هو اللي عنده لاكسي لابور اوكي الو واقيلا كيتي وانا وياك باش نيت يمشي اوكي بارك الله فيك ميرسي بزاف بارك الله لا عنكم بارك الله